إذن مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ستوديو سبور ماجازين. ستوديو سبور ماجازين بطبيعة الحال من خلاله نهتم بالشأن المحلي الرياضي داخل المنطقة ديال عين سبع، بطبيعة الحال في إطار الباقة الجديدة ديال راديو تي في عين سبع. قرر الطاقم بأكمل هذه الراديو تي في عين سبع أن الحلقة ديال ستوديو سبور الشطر الأول منها يهتم بالشأن المحلي الرياضي الوطني كذلك والدولي. الشطر الثاني بطبيعة الحال من خلاله نستضيف بطبيعة الحال ضيوف الحلقة. بطبيعة الحال ضيوف اليوم نستضيف سي يعني في مساء الخير. مساء الخير سي يوسف عكي، كنتمنى أن هذه الحلقة هذه تكون في المستوى المعهود كيف ديما، ومعنا واحد الضيف اللي قبل ما يقدموا شي يوسف عكي اللي هو سي حمزه فرحون اللي هو ضيف غني على الجميع ديال الساكنه ديال عين السبع اللي كيهتم بالمجال الرياضي حتى هو. مرحبا بك سي حمزه، اليك الخط. السلام عليكم. شكرا اولا على الدعوه وحسن الاستقبال الاخ يوسف عكي والاستاذ عنيف، وكنتمناو هذه الحلقه تدوز في ظروف جيده ونكونوا عند حسن ظن المتتبعين راديو قناه استوديو لايف عين سبع. شكرا سي فرحون. كما لاحظ جميع المتتبعين كيلاحظوا بان هناك اجتهاد من طرف طاقم استوديو عين سبع. كما كتشاهدوا هناك ديكور جديد، هناك واحد كما كيقولوا اللجنه التقنيه خاصه اللي كتسهر على البرنامج اللي كيبذلوا واحد المجهودات اللي ما كتبانش للمشاهد بحق، كتبان لك اللي كتبان لهم هي غير الديكور اللي سميتو، ولكن هناك عمل وراء الستار. وكما كنقول مشكورين الناس ديال التقنيين ديال سميتو السي النعيمي على راسهم اللي موجود معنا في القيمة الفنية، سي يوسف عكي كذلك مشكور على الاجتهادات وعلى السهر ديالو اللي كيبذل واحد المجهود كبير اللي كياخذ وقته. هذا الشيء كياخذ وقته واحد الشيء كثير باش يوجد هاد الساعة ولا ساعة ونص ولا ثلاث سوايع اللي كنديروا خلال الأسبوع، فهي كتطلب واحد العمل طيلة الأسبوع. مشكور السي عكي وإذاك الخط السي عكي. شكرا عنيف، مرحبا بك سي فرحون. نهار كبير هذا معنا جمعيه الهلال بطبيعه الحال، جمعيه المجد اللي غادي نرحبوا بها بطبيعه الحال وغادي نسلطوا عليها الضوء في الشطر الثاني بالبرنامج. قبل ما نبداو الحلقه ديالنا لابد ما نقدموا الشكر ديالنا، كل الشكر للراعي الرسمي اول راعي ديال راديو تي في عين سبع اللي هو سان سات بطبيعه الحال، واللي من خلاله بطبيعه الحال تساعدنا كبير باجل المتابعه اليوميه لانا ولا عنيف في استوديو سبور المباريات ديال كاس العالم اللي تحتضنها قطر. يعني ب ب ب يعني صوت وصوره وفي المباشر غيكون عندنا بطبيعه الحال. تنشكروا الراعي الرسمي ديالنا سانسات سي عنيف. بالطبع استوديو سبور اجتهد خلال هذه المباريات ديال كاس العالم، وخصوصا المباراه ديال المنتخب المغربي واللي خصص لنا اليوم واحد ديما واحد 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 كما قلنا لك واحد البرنامج اللي غيكون في الليله ديال يعني في الليله ديال الغد ديال المقابله اللي غنكونوا حنا كمنشطين ديال الحلقه. بحق ثاني كاين ثاني جديد، هناك ديكور جديد، استوديو سميتو بواحد اللوك جديد اللي غادي يعجب المتتبعين اللي غادي نطرقوا فيه المباراه ديال الغد اللي كانت دائما اول حلقه غتكون ديال المنتخب المغربي ضد كرواتيا، وغادي ندوزوا للحلقات الاخرين جميع المباريات ديال المغرب. غادي يكون التغطيه ديالهم ديما تقريبا ما بين 12 و 24 ساعه قبل من المباراه، واللي غادي يكون فيهم دائما الجديد اللي غادي نعرفوا جديد المقابلات، وغادي نهضروا على التشكيله، على بزاف الامور اللي غادي يهضر عليها استوديو سبور اللي تعتبر الجديد في راديو سبور عين سبع. اكيد سيدي عنيف بطبيعه الحال التحيه، كل التحيه للطاقم باكمله ديال راديو تي في عين سبع، المجهودات الكبيره اللي تبدلات من اجل تهيئ لو بلاطو جديد اللي غادي تشوفوه ان شاء الله. ان بلاطو جديد بلوك جديد بطريقه جديده، ديجا اون بريباري درنا واحد البريباراسيون دابا تشوفوها، ولكن غادي يكون ان بلاطو جديد بلوك جديد بمنظر جديد ان شاء الله في اطار كاس العالم قطر 2022 بطبيعه الحال. وغادي نتابعوا المباراه بطبيعه الحال ديال المنتخب الوطني بثلاثه، المباراه الاولى، المباراه الثانيه، المباراه الثالثه. وتنتمناو المنتخب المغربي كل ما مشى غادي نتابعوا معاه بطبيعه الحال، وغادي يكون استوديو قبل المباراه بنهار ويوم الليله ديال المباراه، النهار اللي
يلعب المغرب المباراه ديالو في الليله ديال المباراه غادي استوديو تحليلي بطبيعه الحال الهاتف غيكون محلول وغنستضيفو واحد المجموعه ديال التقنيين انا وسي عنيف غنستضيفوهم الاستوديو باش نحلوا المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي. مره اخرى تحيه وتقدير للراعي الرسمي اللي عطينا التقني محمد اكرم مشكور للراعي الرسمي ديال راديو تي في عين سبع سانسات بطبيعه الحال على المجهودات الكبيره اللي دار معنا وثق فينا وثق في راديو تي في عين سبع سي عنيف وغادي نتابعوا جميع المباريات لا انا ولا عنيف يعني في وقتها واخر الاخبار باش نكونوا في نكون تكون عندنا الصوره كامله. شكرا للراعي. بالطبع سي يوسف عكي انا كنت شاطر معك الراي فاحنا في البدايه ديالنا دائما راديو سبور عين سبع كيعتبر راسو دائما في البدايه لان حنا محتاجين الناس محتضنين ناس اللي غادي يدعموا راديو سبور عين سبع وماشي راديو سبور عين سبع بل راديو عين سبع لان راديو عين سبع كيضم واحد المجموعه ديال البرامج اللي كلها محتاجه للدعم كل واحد فينا محتاج للدعم اكيد اكيد الدعم اللي غادي يكون في المستوى وكان كان انا كنتمنى ان هاد كما هذا الراعي اللي جا جديد يكون في المستوى المطلوب ويحقق لنا واحد غير اقل واحد شويه ديال المطالب ديالنا. امين 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 سي عليم ومشكورين الطاقم باكمله على المجهودات الاجتماعات طيله الاسبوع من اجل تطوير هذه القناه ان شاء الله. سي كلمه في حق راديو تي في عين سبع للاخوان تيديروا مجهودات من اجل توصيل الصوت والصوره والاخبار ديال الساكنه ديال المنطقه. اولا كنشكر الطاقم التقني على هذا العمل اللي كيقوموا به وفي الشخصيه السي سلاكي بعدا وكنبغي نقول انه هذا مولود جديد هنا في عين سبع ملي كتشوف واحد البرنامج وكتشوف واحد في عين سبع انه كيقوم بالتحليل ديال المقابله ديال المنتخب المغربي يعني اجتهاد كبير يعني الصوت ديالو ماشي مشكل واحد الاجتهاد كبير اللي كيقوموا به الطاقم التقني ديال راديو تي في عين سبع اللي ما كناش كنعادوه ما كناش كنعرفوه يعني كاين واحد المولود جديد هنا في عين سبع اللي شي حاجه كتفرح وغادي شو يعني المتتبعين ديال عين سبع ما غاديش يمشي يقلب على شي قناه اخرى يعني قناه كاينه في عين سبع غايشوف عين سبع غايدير راديو تي في عين سبع غايدخل يشوف جميع شي حاجه جديده غايشوفها في القناه. شكرا وكنتمنوا له التوفيق الطاقم التقني ويكون عند حسن الظن. شكرا السي حمزه اللي غنستضيفوه في الشطر الثاني من البرنامج في اطار بطبيعه الحال ويحل معنا بطبيعه الحال المونديال ديال قطر في الشطر الاول منه بطبيعه الحال السي يعني في هذا الاسبوع بطبيعه الحال نحاولوا ندوزوا واحد الصوره جميله من خلال مباشره بعد الاعلان ديال بسرعه مباشره بعد الاعلان ديال الوليد الكركي عن التشكيله الرسميه كانت واحد الفرحه كبيره ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني. نحاولوا نرجعوا شويه للوراء فرحه ديال بطبيعه الحال ديال لاعب ابو خلال تنتابعوا الصوره سي عنيف هناك اصدقاء في الفريق ديالو كانوا مجموعين معاه بالحق وتشاركوا معاه الفرحه ديالو لان المنادات على واحد من الفريق فهو شرف الفريق كامل فهذا عادي عندي اليوم كتشوفوا كيفاش سجد بعد سميتو لان هذا كيبين على الفرحه ديالو بعد المنادات عليه ونتمنوا ان يكون يدير واحد الاضافه في الفريق الوطني. شكرا غنمشيو للفرحه الثانيه بطبيعه الحال الفرحه الثانيه ديال لاعب فريق باري الايطالي لاعب فريق الباري الايطالي تاهو تنشوف الفرحه ديالو. السي حمزه ممكن تعبر على الراي ديالك في هذه فرحه يعني كتكون نابعه من القلب يعني واحد اللاعب اللي كينتظر هاد التظاهره هذه الكبيره بشغف وخصوصا من بعد اعطاء اللائحه الرسميه للمونديال يعني كتشوف واحد الفرحه غير ماشي فرحه غير اللاعب وحده يعني العائله ديالو كامله والفريق ديالو خصوصا ويعني اي لاعب كيحلم انه يتواجد في اللائحه الرسميه ديال المنتخب الوطني. اكيد سي يوسف غير الاضافه عنيف. فملي كنقولوا الفريق الوطني كيضم 26 لاعب تمت المنادات عليه فكون على يقين ان قبل من ما تخرج اللائحه ديال 26 لاعب اللي تمت المنادات عليهم فكاين واحد على الاقل واحد 50 41 واحد اللي كانت تمني النفس باش تكون تواجد في داك سميتو كلهم كانوا كينتظروا اللائحه اللي تعلن على صوتهم فهذا بحال شي واحد كيتسنى النتيجه ديال الامتحان ديال الامتحان اللي دوز ولا أكيد. فكل شيء بغى يكون في ديك اللائحه اكيد والفرحه عاديه اكيد عنيف ونمشيو مباشره للائحه اللي هي على الصوره التقني ديال السي اكرم ممكن تكبرنا الصوره شكرا غادي نتابعوا اللائحه ديال الصوره في حراسه المرمى بطبيعه الحال كاين ياسين بونو منير الكجوي اللي هو المحمدي ورضا التقنوتي تفضل السي خط دفاع
ما كنشوفش مزيان خط الدفاع دونك اشرف داري جواد اليميق غاني مسيس بدر بنون اشرف حكيمي نصر نصير مزراوي يحيى عطيه الله نيف اقرد في خط الوسط سفيان امرابط يحيى جبران عبد الحميد الصابري سليم املاح عز الدين اناحي بلال خنوس قلب الهجوم سي هناك اشرف داري جواد اليميق لا خط الهجوم حكيم زياش حكيم زياش إلياس شاعر زكريا أبو خلال سفيان بوفال أمين حاريت يوسف النصيري وليد شديرة عبد الصمد زولي عبد الرزاق حمد الله. إذن هذه هي تشكيلة كلها اللي تعمدت عليها رسمية ولكن ممكن ترجع استوديو سي أكرم ولكن هاد إلى لاحظتوا هاد 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 اللائحة النهائية ديال المنتخب الوطني ما كتبش لواحد اللاعب اللي هو بطبيعة الحال غنشاهدوا على الصورة أمين حاريت على الصورة التقني ديالنا طلع أمين حاريت على الصورة بطبيعة الحال سي أكرم ديما تكون عندك لا لا فوتو بريباري سامني نتكلم دونك امين حاريت اللي تنشوفوا على الصوره امين حاريت اللي واحد الاصابه جاتو اللي غتبعدو على الميدان لمده 7 أشهر عنيف بالطبع للاسف جميع الجمهور المغربي تلقى صدمه بعد الاصابه ديال امين حاريت اصابه اللي كانت بليغه واللي لحد الان كيقولوا تقدر تغيب واحد 6 أشهر اللي هي واحد مدة طويلة بالنسبة للاعب كرة القدم أكيد. ونتمنى أن كيف ما قال جاء على لسان أمين حاريت أنه كيتمنى يتعافى في أقرب وقت ويرجع للمستوى المعهود دياله والمستوى اللي كان فيه مع الفريق دياله والمغاربة كلهم معاه كانت واحد كيف ما كنقولوا واحد اللمسة ديال القجاع ديال رئيس الجامعة الملكية اللي وعد حاريت بأنه غيتلقى جميع اي حاجه تلقاوها اللاعبين ديال الفريق الوطني من مبالغ ماليه غيتلقاها بحالهم وعرض عليه هو الاب ديالو باش يكونوا حاضرين مع المنتخب ويكونوا حتى في الاقامه مع المنتخب وهذا شرف لينا هنا كاملين كمغاربه باش يكون هذا التعامل مع واحد اللي مصاب واللي محتاج لواحد الدعم نفسي اكثر من ما هو دعم مادي شكرا اكيد اكيد عنيف أمين حاريت حمزة كما كيعرف الجمهور المغربي أن إصابة جات فجأة يعني بعد ما تم إعلان اللائحة الرسمية للمنتخب ويعني اللاعب فرح بتواجد ديالو يعني إصابة اللي كما شفناها راه إصابة بليغة اللي ما غاديش غير تنهي المشاركة ديالو في كأس العالم إنما راه تنهي الموسم ديالو الكروي اللي كنتمناو ليه من هذا المنبر الشفاء وحتى المدرب الوطني يعني خلقات لي مشكل بالنسبة لهذاك المركز اللي كيلعب فيه كان الصورة يعني المركز اللي كيلعب ليه يعني خلق لي واحد المشكل اللي يعني لأي مدرب كيكون حاط واحد اللائحة وكيكون واحد انسيست على واحد التشكيله اللي غادي ياخذ بها المونديال وكتفاجئ باصابه ديال اللاعب اللي مهم في التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني يعني ماشي بالسهل انك تعاود البديل تقلب على البديل وحاليا راه كما كيعرفوا راه تم اذا غادي ندخلوا للشطر ديال البديل اذا بعد الاصابه ديال حامين امين حاريت خدا الوقت كثير الطاقم التقني ديال الفريق الوطني باجل البحث عن لاعب بديل لامين حاريت بقى البحث يعني بقى البحث على اللاعبين كان غيكون سفيان ديال رحيمي ديال العين القطري والاماراتي وأنس أنس زروري غنشوفوا على الصورة اللي هو كان البديل ديال أمين حاريت هذا أنس زروري يلعب طبعا زاد سنة 7 نوفمبر 2007 عنده 22 سنة يلعب بفريق بيرني الإنجليزي بطبع الحال الفريق ديال بيرني يحتل طابور المقدمة في القسم الوطني الثاني الإنجليزي ب 41 نقطة يلي فريق تشيفيلد وينزداي في الصف الثالث بلاك بيرن في الصف الرابع واتفورد
وفي الخامس نورويش سيتي. وفريق امين انس زروري تلعب بفريق كما قلنا بيرني ويحتل الصف الاول ب 41 نقطه، بعيد بثلاثه نقاط على تيفرز وانسداي وبعيد بخمسه ديال النقاط على بلاك بيرن. هذا انس زروري بكل صراحه ودي سي يوسف، انا شخصيا ما كنتش كنعرف هذا اللاعب. اول مره تنسمع عليه هي ملي تمت المنادات عليه هو على الصوره، ولكن في الدخول ديالو، لان غندخل غنهضر على ما قبل المنادات عليه، فكانوا بزاف اللاعبين المغاربه ديال الذي كانوا ديجا ما عيطوش عليهم، كانوا كيمنوا النفس باش يكون من على راسهم سفيان الرحيمي ولاعب الوداد البيضاوي، ولكن في اخر دقيقه وليد الركداكي يغير الاتجاه وكيمشي لعند ينادي على انس الزروري، لاعب اللي عنده مستوى رفيع واللي هو القائد سميتو اللي في الفريق ديالو، وهو تقريبا انا على حسب دوك اللقطات اللي شفت في ديك المده اللي دخل، فهو لاعب عنده مهارات كبيره، مهارات فرديه اللي بقى خاص يتعالج عنده، هو ان ديك المهارات الفرديه يحاول يقسمها مع الزملاء ديالو، لان ملي كتقول المنتخب راه منتخب ولا لاعب كره القدم راه لاعب جماعي ماشي لاعب فردي، خصو وكنظن ان راه الطاقم ديال المنتخب المغربي راه انتبه لهذا الامر، لان الى 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 تفادى هذا المشكل فغيكون لاعب كبير وغيكون له شان، خصوصا السي يوسف وانه يعتبر من اصغر اللاعبين بطولات كاس العالم لحد الساعه 22 سنه. حمزه تيتم على منادات مع لاعب اللي ما خدا حتى مقابله تدريبيه مع المنتخب الوطني المغربي، لاعب جناح ايسر قيمه كبيره، مضافه لاعب عنده مكانه داخل فريق بيرني اللي تحتل الصف الاول في البطوله ديال القسم الوطني ديال انجلترا، والقسم الوطني انت راك عارف البطوله الانجلترا لا القسم الاول ولا الثاني ديما عنده مستوى عالي جدا. قبل ما ندوزو نتفرغوا المنادات عليه، يعني هذا اللاعب كما كتعرف هو راه كانت عليه واحد المراهنه في المنتخب ديال بلجيكا اللي كانوا مراهنين عليه انهم يستدعوا، اللي يعني كانوا حاطين عليه العين، وتم لا بالعكس هو لم يكن هو امتى ولاو حاطين عليه العين، تعيطت عليه تنادت عليه من طرف المنتخب المغربي، تما ولا تانيب ولا سميتو، لان المنتخب المغربي راه هو ديجا حامل جنسية بلجيكيه. نعم. ولعب وتدرج في الفئات 17 سنه 18 سنه 19 سنه، يعني لعب في كاع المنتخبات ديال الفئات ديال بلجيكا. نعم. فاذا به لم يتم المنادات عليه في المنتخب البلجيكي حاليا، وانما ولو الصحافه والراي العام البلجيكي ولو يؤاخذ الناخب الوطني المدرب البلجيكي، لانه لم يستدعي هذا اللاعب، ولان خلاه يعني بحال واحد الصفقه اللي خلاه داس لصالح المنتخب المغربي، وهذه هذا التكتيك راه متعودين كنشوفوه من فرق كبرى كيلعبوا واحد في سميتو، من بعد ملي كيهرسوا ليه بحال كيهرسوا ليه هذاك اللي سميتو باش ما تقدرش يلعب مع بلادو، ومن بعد ما كيخلوه ما كيبقاوش سميتو، لان عندهم ديما المولادات كيعيطوا على اولاد بلادهم ما كيخلوش سميتو. مي هذا تحتاطوا الفرصه، واللي زاد سميتو واللي زاد عجبني بزاف هي ان الجنسيه ديال اللاعب وسميتو خداها في واحد الوقت وجيز اللي ما كيفوقش 24 ساعه او 48 ساعه، وش الطياره وجاء عند منتخب سميتو والتحق بالمنتخب المغربي في الفندق، وقدموا وليد الركداكي في الفندق مباشره اللاعبين، ومباشره بعد نهار او يومين لعب مقابله. هذا راه شوف هذا الشيء راه من سابع المستحيلات اللي ولا كاين لب النداء ديال المنتخب، وهذا اللاعب راه عنده ما يكفي من الامكانيات. شوفوا الصوره ديال اللاعب، خاص المدرب وليد الركداكي يعرف كيفاش يوظف هذوك الامكانيات ديالو، يعني فين غير البوست اللي غير يلعب فيه، يعني لاعب اللي شفناه دخل غير في واحد 5 دقائق تقريبا اللي قدم واحد اداء جميل، يعني لاعب عنده مهارات كثيره، يعني غادي ينفع المنتخب المغربي. نتمنوا ذلك بطبيعه الحال. بما ان التشكيله كملت نجيو اللاعب اللي تمت المنادات عليه كذلك خنوس سي عنيف، لاعب لاعب مهاري تو في نفس كان قبا قبا يلعب لي فريق قبا تو كان غير المنتخب البلجيكي. كان تو راه كما قلت لك في الاول راه ملاحظه معممه، لان كيكون لاعب كيكون مدرج في الشبان
ولكن ملي كيوصل للكبار كيخليوه انستونس كيخليوه في ديك كما كنقولوا حنا في الثلاجه ما كتسمتو، ولكن اون فوا كيعطيو كتعطاه واحد القيمه فكلشي الانظار كتولي موجهه ليه وكيولي عنده قيمه. ووالد الركراكي اختار من فرصه، وهذه هذه تحسب لوالد الركراكي، مشكور على هذا سميتو على هاد جوج لاعبين، لان راه كما كنشوفوا المستوى ديالهم راه ماشي يعني بدون محاباه، بس عندهم مستوى ديال الفريق الوطني المغربي. حمزه خنوس خنوس يعني لاعبين كما دوينا قبل على اللاعب انس، يعني لاعبين صغار في السن اللي غنستافدوا منهم في مستقبلا. يعني لاعبين كنقول لك راه كانوا مراهنين عليهم المنتخب البلجيكي، خصوصا المدرب ديال بلجيكا اللي كان حاط عينه مزيان على هاد جوج لاعبين، وكنتمنوا يعطيو الاضافه للمنتخب الوطني ووليد الركراكي. شكرا حمزه، شكرا عنيف. عفوا عفوا في بحر الاسبوع ملي تكملت التشكيله اللي غادي تكون اللي غتمثل المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، اجرى المنتخب الوطني المغربي يوم الخامس الفارط مباراه تدريبيه ضد فريق جورجيا، وهذه المباراه انتهت بانتصار المنتخب المغربي 3-0. عنيف بالطبع تابع جميع المغاربه كانوا امام الشاشه ديال التلفازه لمشاهده الفريق الوطني المغربي والحلة الجديده اللي غيكون بها. بالطبع المنتخب المغربي استطاع باش يفوز على جورجيا ب 3-0. كنظن ان المنتخب المغربي التشكيله اللي دخل بها وليد الركراكي ماشي هي التشكيله الرسميه، بالحق بالعكس كيبان لنا بان العمود الفقري اللي اعتمد عليه كاين لاعبين اللي غادي يكونوا امثال حكيمي زياش، النصيري يمكن يقدر يكون بلاصتو الحمد لله، مي لا باز كاينه العمود الفقري اللي غادي يكون فيكس راه كاين، وحاول يجرب واحد المجموعه ديال اللاعبين منهم هاد اللاعبين جوج اللي جاب من بلجيكا اللي للزروري ولا سميتو اللي بينوا واحد مستوى سميتو، وحاول ياخذ لاعبين اخرين حتى هما جربهم. وكنظن ان هاد ليكيب اللي دخل بها التشكيله اللي دخل بها سميتو التجريبيه ولا اللي دخلوا في الاحتياط اللي عودوا لاعبين اخرين كانوا في المستوى المعهود وحقوا وداروا واحد المباراه اللي سميتو بان عليهم في الاخر شويه العياء، هذا عادي لان مع سميتو الطقس ديال قطر اللي ما مولفينوش وسميتو عادي انه سميتو، وهذا حتى هو كما قال لك وليد الركراكي جاء على لسانه انهم غيخدموا على سميتو وغادي يحاولوا باش دوك الاخطاء اللي داروا، لان دائما ما كنقولوش بان كل شيء كان مزيان، كانوا اخطاء كانوا كما هضرنا على زروري على الاحتفاظ بالكره بزاف، وسميتو بوفال كذلك كان كيلعب توا واحد اللعب انديفيديوال فردي وما كانش سميتو الحمد لله ما توصلش بالكرات اللي كان خصو يتوصل بهم، هادو كلها امور اللي كتبان لنا حنا كمتتبعين ويمكن هما لان راه المنتخب المغربي عنده واحد خليه ديال التحليل ديال سميتو بالفيديو بسميتو اللي ماشي غادي يخرجوا داكشي لنا حنا 100 مره وغادي يخدموا على هذوك سميتو. ونتمنوا ان ضد كرواتيا نهار الاربعاء ان شاء الله يكون المنتخب ديالنا واجد بديك التشكيله اللي خصها تتناصر. شكرا. نمشيو عند حمزه. مباراه المغرب جورجيا 3-0 الصوره سي مقابله ضد المنتخب جورجيا، يعني كانت مقابله لا باس بها، يعني وليد الركراكي ما دخلش بالتشكيله الرسميه كما قال الاخ عنيف، يعني بالنسبه للاخطاء يعني كانوا شي اخطاء كارثيه خصوصا في وسط الميدان، يعني اللاعب امرابط اللي قام بواحد ثلاثه الاخطاء اللي كو كان شي منتخب اللي متمرس غادي مارك يعني غيستغل هذوك الفرص. وكما قال الاخ ثاني يعني بعض اللاعبين خصهم يبعدوا على اللعب انديفيديال، يعني ما يلعبوش بوحدهم، يعني يلعبوا كوليكتيف كمجموعه، وخصوصا مع اللاعب حمد الله اللي شفنا التمركز ديالو كيفاش كان في عدد الفرص، يعني كان التمركز ديالو مزيان وصحيح، يعني بعض اللاعبين اللي فيهم كاين الانانيه اللي كنتمنى وليد الركراكي ولا الطاقم ديالو يعني يقوم بالتحليل ويقوم يعني ما يتعاودوش هاد الاخطاء ويتصحوا ان شاء الله. شكرا حمزه. بطبيعه الحال كما تعرفوا ان المنتخب الوطني المغربي عنده البرنامج ديالو خلال هذا المونديال اللي غنشوفوه على الصوره، ممكن تعطينا الصوره اكبر؟ شكرا سي اكرم. اذا البرنامج ديال المجموعه السادسه اللي تضم المنتخب الوطني المغربي اللي تضم كل من منتخب بلجيكا كندا المغرب كرواتيا، اذا المباراه الاولى اللي غتجرى يوم الاربعاء 23 انطلاقا من الساعه
الحادية عشرة حسب التوقيت المغربي، الواحدة حسب توقيت قطر، مغرب كرواتيا في المساء تمام الثامنة مساء في نفس اليوم الأربعاء 23 مباراة بلجيكا كندا. يوم الأحد 27 نوفمبر انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر منتخب بلجيكا والمغرب مقابلة قوية في المساء طبعا انطلاقا من الساعة الخامسة مباراة كرواتيا وكندا. المباراة الأخيرة اللي غتجرى في نفس الوقت غتجرى مع الربعة ديال العشية بالموازاة مغرب كرواتيا بلجيكا يوم الخميس 1 ديسمبر كرواتيا بلجيكا كندا المغرب. نمشيو بطبيعة الحال المباراة الأولى المغرب كرواتيا لأن جايين مهيئين إن شاء الله واحد استوديو ممكن تعطينا الصورة أن غادي ان شاء الله بحول الله تعالى غادي يكون عندنا واحد استوديو. قبل ذلك نمشيو لاذان المغرب ونعود اليكم بعد لحظات. الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته نودي لصلاة المغرب حسب توقيت عين السبع وما جاورها تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب. إذن نعود مرة أخرى إلى طبعاً حاج ستوديو سبور ماجازين وقناة راديو تي في عين سبع. شكر كل شكر للراعي الرسمي ديال القناة طبعاً الحال سانسات على الدعم ديالو للبرنامج ستوديو سبور ماجازين تيعطينا طبعاً الحال تيعطينا باش نتبعوا الكأس العالم ديال قطر 2022 بالصورة والصوت يوميا وطيلة شهر
المونديال بطبيعه الحال. بطبيعه الحال كنا تنتكلموا على برنامج ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غنشوفوه على الصوره بطبيعه الحال. بطبيعه الحال المغرب المباراه الاولى المغرب كرواتيا. سي عنيف كيف ما جاء على لسان ديالك السي يوسف، المغرب كرواتيا هي مقابله غتكون هي المفتاح ديال المشاركه ديال المغرب. غتقول لي كيفاش؟ غادي نقول لك لان الفرق كلها كتستعد. حنا شفنا هاد البحر هاد الاسبوع، شفنا المقابله ديال كرواتيا ضد المنتخب السعودي اللي انتصر فيها المنتخب الكرواتي، وحتى هو حاول يدير واحد التغيير على سميتو لان باش ما يبينش المعالم ديال الفرقه ديالو، ولكن فريق قوي كما جا سميتو. وانا اللي عجبني بزاف في ديك المقابله هي ان مباشره من بعد المباراه ديال اللي جمعت كرواتيا مع السعوديه، فكان واحد واحد الاستجواب مع المدرب ديال كرواتيا مع الطاقم ديال بين سبور اللي تكلم فيها على المنتخب البلجيكي، وقال بان غتجمعهم المقابله اللي غتجمعهم هي كلاسيكو، وتكلم على المنتخب الكندي وقال بان المباراه ديالهم غتكون قويه، وتفادى تكلم على المغرب بشكل نهائي ما تكلش، لدرجه ان هذاك المذيع شد سميتو وقال ليه بان راه الفرس الاسود اللي عندك هو المنتخب المغربي. انا كنت كنتمنى ما يقولهاش لي كاع، لان احنا كمغاربه مزيان يتفادانا، لان انا فكر فينا وفكر في الخطوره ديال المنتخب المغربي غادي تولي في كلام اخر. انا من ناحيتي انا كنفضل انه يتفادى المغرب ويظن ان المنتخب المغربي هو لقمه سهله، فباش هذا الشيء كله كيكون في صالح اللاعبين وفي صالح المنتخب باكمله. وكنتمنى ان هاد المقابله السي وليد ولا اللاعبين يبينوا فيها جميع القدرات ديالهم، يبينوا للعالم بانهم قادرين يقارعوا الفرق الكبرى ولماذا. بطبيعه الحال كما ندوز عند فرحون باش يعطينا التعليق على المباراه القادمه ديال المنتخب كرواتيا والمغرب. المدرب الكرواتي داليتش صرح هذا الاسبوع تركيزنا حاليا على المباراه الاولى ضد المغرب، هدفنا هو الفوز على المغرب، الفوز في المباراه الاولى. يقول داليتش مدرب المنتخب الكرواتي مهم جدا للدخول بشكل جيد في اجواء البطوله. هذا تصريح داليتش مدرب المنتخب الكرواتي بطبيعه الحال. حمزه اش كنت تقول على هذا التصريح ديال داليتش؟ يعني كما كنقولوا هذه المقابله الاولى ديال المنتخب المغربي ومنتخب كرواتيا، يعني اللي هي مفتاح واللي غتعطي الثقه للمجموعه ديال وليد الركراكي. يعني احنا كامل لنا الثقه في هذيك المجموعه. وبالنسبه للتصريح، يعني ماشي غير المدرب ديال المنتخب الكرواتي اللي متخوف من المجموعه، يعني راسل حسن المدرب ديال المنتخب البلجيكي حتى هو قال في السابق انه يعني تجنب وتفادى انه يدوع المنتخب الوطني. يعني كتبقى مجموعه صعبه، يعني المقابله الاولى كما قلنا هي المفتاح ديال هذه المجموعه. اذا كل شيء سي عنيف يعني مكونسونطري على المباراه الاولى. يعني بينو وبينك السي يوسف، راه ملي كتكون في مباراه ديال كاس العالم وهناك مجموعات وهناك جوج غيدوزوا وجوج غيتقصوا، فهنا اش كتبقى عندك حدود 50%، وديما المباراه الاولى كتجي تاهلك ذهنيا، بعد حسب في الذهن ديالك كتكون مرتاح. ملي كتكون دير التعادل ولا منتصر ماشي هي منهزم كتدخل بواحد معنويه صعيب، بعد الفرق اللي كيكونوا نهزموا الماتش الاول ودخلوا وتاهلوا، انا بعدا كنهزل لهم سميتو لان صعيب نفسانيا باش سميتو، لان كتولي انت منهار، لان ملي كدير واحد النتيجه اللي سميتو الفريق باكمله كيولي شك في نفسه. فلهذا كنقولوا حنا بلا ما يدخلوا داك الشك وداك سميتو، يحاولوا يحققوا واحد النتيجه سميتو اللي غتعطيك واحد الامان حتى لا اللاعبين ولا الجمهور ولا المدرب. اكيد حسابات. نعم التكهن ديالك سي عنيف في المباراه؟ انا في نظري ان المباراه غتخرج بواحد النتيجه اللي هي صغيره، واحد الزيرو لهذا الطرف ولا هذاك الطرف. انا التكهن ديالي، وغالبا بغيتها تكون لصالح المنتخب المغربي بصفتي مغربي. سي حمزه كرواتيا المغرب بالنسبه للنتيجه ما غاديش نحكم، علاش؟ حيت كيبقاو فريقين، يعني الدور كيبقى على وسط الميدان اللي كنعرفوا المنتخب الكرواتي اللي كي عنده واحد اللاعبين اللي معروفين في الساحه الرياضيه، لاعب ريال مدريد طبعا، لاعب ريال مدريد هو اللاعب، هو المنتخب الكرواتي العميد لوكا مودريتش اللي كلشي كيعرف انه الاداء ديالو مع المنتخب الكرواتي. وانا من هذا المنبر يعني كنتمنى
النتيجه تكون صالح للمنتخب المغربي وان شاء الله ما غاديش يخيبون. ومن خلال القراءه مشاهدينا الاعزاء عنيف حمزه المنتخب الكرواتي، فمن خلال للتذكير ان منتخب كرواتيا في مونديال روسيا 2018 منتخب كرواتيا تاهل لمباراه النهائيه ولعب النهائي امام منتخب فرنسا، يعني هو وصيف البطل، وصيف البطل بطبيعه الحال. ونفس التشكيله بقى محافظ عليها المدرب داليتش حتى الان، التشكيله يلاحظ عليها ان السن فكاين غالب يعني السن سي يوسف ملي كنقولوا ملي كتكون فريق بغيتيه يوصل غالبا كدير واحد المزيج، كدير واحد الجيل ديال المستقبل، واحد الجيل اللي كيعطي لهذوك اللي معاه، كيعطي لهذوك الوليدات اللي معاه، كيعطيهم واحد الثقه في النفس، وكيعطيهم ديك هذيك الاكسبيريونس اللي خاصهم، هذيك الاكسبيريونس اللي خاصها ياخذها من عندك. ما سميتو فريق كرواتيا هو القوه ديالو فين كاينه؟ كاينه في وسط الميدان، وكاينه في السرعه ديال التنفيذ. فالمغرب خصو المنتخب المغربي والطاقم ديالنا خصو يدير واحد القراءه اللي شل هذيك الحركه ديال من وسط الميدان، لانهم كيبداو ديما من وسط الميدان وقوتهم كاينه في الوسط عكس الفرق الاخرى. لان ملي كتهضر على مودريتش وعلى وليك النخبه اللي كاينه في اسميتو، راه طبقه مخضرمه، راه واحد اللاعبين اللي ما يمكنش كفاءات كبيره، واللي خاص المنتخب المغربي يستغل كبار السن ديالهم باش غيستغلوا بالسرعه في اسميتو، سرعه تنفيذ العمليات. حمزه ندخل، يعني المنتخب الكرواتي يعتمد على سرعه تنفيذ العمليات. نعم يعني عامل السن دريدي ليكيب ديال المغرب، واحد ليكيب اللي هي شابه، يعني عامل يعني معدل السن ديالهم هو تقريبا واحد 24 25 سنه، بعكس المنتخب الكرواتي معدل السن تقريبا 30 سنه، دونك كاين واحد الفرق كبير ديال السن. يعني وليد خصو والطاقم ديالو كما قلنا استغل هاد الشيء هذا اللي عند المنتخب الكرواتي، يعني عامل السن. وكما قلنا يعني هاد المنتخب الكرواتي ما كيعولش على واحد اللاعب اللي غادي يمشي بك، يعني هما كيما شفت المونديال السابق، يعني كانوا كمجموعه، يعني ما كيماركيش غير هاد يعني اتاكون ولا كيماركي ميلو دو تيران، يعني كمجموعه انهم كيقلبوا على الهدف وعندهم واحد الروح اللي شفناها، يعني كمجموعه يعني كيستغلوا اي فرصه، يعني كيقدروا يماركوا عليك غير من نفس الفرصه يماركوا عليك. حتى الرئيسه ديال كرواتيا كانت مشجعه للفريق الكرواتي في مونديال 2018، وشاهدنا كانت لابسه القميص ديال المنتخب الوطني وحضرت بريسك جميع المباريات. بطبيعه الحال فوزي قجاع، بطبيعه الحال سافر للديار، بطبيعه الحال لقطر، غادي يمشي لقطر باش يلتحق بالمنتخب الوطني المغربي. بطبيعه الحال المنتخب الوطني المغربي المباراه الاولى غيجريها يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وهذه المباراة ضد المنتخب الكرواتي غادي تجرى بملعب البيت اللي غنشوفوه على الصورة، ملعب البيت اللي يعني البيت هو هذا، الصورة هو عبارة عن بيت بطبيعة الحال، فهو ملعب جاهز، ملعب يعني تحمل 60,000 متفرج، يعني بجميع لا كليماتيزاسيون ديالها بالهوائيه ديالو الى غير ذلك، ملعب بمعايير كبيره دوليه كبيره. سي عنيف اخي يوسف، على الصوره بطبيعه الحال ملي كنتكلموا على تنظيم كاس العالم او تنظيم واحد التظاهره رياضيه، فكيبقى الملعب هو الشبح المخيف. اليوم مع في مونديال قطر هاد الشبح نقدر نقول لك ما كاينش نهائيا، لان ملاعب في واحد مستوى عالي جدا، بنيه تحتيه مستوى عالي حتى خارج الملعب، هناك بنيه تحتيه اللي حنا كنقولوا حنا من الخيال، كما كنقولوا حنا بداك الاسلوب ديالنا، كيبقى جمهور كذلك. شوفوا الملعب ملعب يعني السقف يعني متحرك، الملعب اللي يعني السعه ديالو يقدر يهز واحد ما بين 40 ولا 60,000 متفرج، والجاليه ديالنا والناس اللي مشاو سميتو كاينين حاضرين، المشجعين المغاربه كاينين، كاين واحد العدد اللي هو كثير وكبير جدا. أكيد أكيد، فكيبقى اللي كيبقى هما اللعابه ديالنا خصهم يكونوا في المستوى. حمزه، الملعب بيت اللي غيجري فيه المباراه المغرب منتخب الوطني المباراه الاولى، بالنسبه للملعب انه كنشوفوا قطر يعني الشغلات قبل 4 سنوات على تجهيز هذه الملاعب، اللي كنشوفوا يعني حنا كعرب يعني مفتخرين بدولة قطر، وما يزون الا تشجيع هذا المنتخب يعني بصفة عامة، يعني دولة قطر على هذه الملاعب اللي قدموا، على هذه الصورة اللي عطاو للعرب. اكيد اعطينا استوديو، تفضل يعني ملاعب جميلة
يعني كل ملعب مختلف لملعب اخر، وبنية تحتية اللي يعني مستوى كبير ديالها، يعني بنية تحتية جيدة. وكنتمنوا المنظمين ديال دولة قطر انهم يكونوا يعني كمشات يعني لا اكيد اكيد. شوف قطر دارت بكل هيئات كل الامكانيات اللوجستيكيه من اجل انجاح هذه البطوله العالميه، لدرجه ان اكبر ميزانيه اللي تخصصت منذ نشاه كاس العالم هي 222 مليار دولار اللي خصات الدوله القطريه من اجل تهيئ جميع الظروف لهذا المونديال باش ينجح. غنمشيو الملعب المباراه الثانيه والثالثه غيجريها المنتخب الوطني المغربي بملعب التمامه. شوفوا مع ملعب التمامه الطريقه كيفاش مديور، الطريقه كيفاش مخدوم، يعني كذلك هو ملعب معايير دوليه. سي عنيف بالطبع سي يوسف، كما جاء على الملعب الاول كلامي معمم على جميع الملاعب، ملعب كبير، ملعب يتسع 60,000 متفرج، كذلك 60,000 متفرج، بنية تحتية هائلة لا خارج ولا داخل الملعب. الجمهور كما قلت لك غادي يحضر، واللي في صالح المنتخب المغربي هو غيلعب في هذا الملعب جوج مقابلات الاخرين، لان ملي كتلعب في واحد الملعب وكتعاود تلعب فيه فكيبقى لك واحد لافونتاج ليك انت حتى في مسافه صغيره. غادي يبقى في نفس الملعب، اذا راه فرصه للمنتخب المغربي باش يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تعالى. ملعب تماما سي فرحون، انا جميع الملاعب راه كما كتشوف يعني ملاعب في المستوى بنيه تحتيه جيده. اللي غادي نقول بخلاصه شكرا قطر. شكرا قطر، شكرا بزاف. بطبيعه الحال كنتم مع صوره ديال الملاعب بجوج استوديو سي اكرم، كنا يعني عطيناكم قربناكم من الملاعب اللي يلعب فيها المنتخب الوطني المغربي، غير لافونتاج اللي كاين في فرق بين روسيا كالمغرب من مكان الاقامه ديال السي عنيف السي حمزه، من ما بين مكان الاقامه والملعب فين تلعب فيه المنتخب كانت تكون تقريبا واحد 1000 كيلومتر، دابا بين الملعب ديال الاقامه والملعب فين يلعب المنتخب الوطني 45 كيلومتر سي عنيف. هي بحال كتلعب بحال في لوطيل عندك ولا سميتو، وماشي غير المنتخب المغربي، انهم حاولوا ان جميع الفنادق قسمين تكون في لونطوراج ديال الملاعب هذه هما خدموا عليها باش كاع كل الفرق كلها تكون قريبه للملاعب، وحتى ماشي هم ما فكروش غير في فكروا حتى في الجمهور أكيد. ماشي غير في الفرق أكيد. الجمهور حتى هو في الفنادق قسمين غيكونوا قراب، واللي سميتو الترونسبور اللي هي المواصلات كاينه وبالمجان. غنجيو ليها سي عنيف، ترجع ليها نرجعوا ليها نرجعوا بطبيعه الحال. غادي نمشيو للفندقه بعد ما شفنا بالترتيب يعني التهيئ ديال جميع الاجواء ديال انجاح هذه الدوره العالميه الكبرى. دوله قطر هيئات يعني من جميع الظروف لانجاح الدوره، لدرجه كما تشوفوا على الصوره يعني فندق عائم يتسع ل 6000 سرير. هذا الفندق اللي تشوفوا العائم ل 6000 سرير، يعني المتفرجين اللي غيجيو من العالم كامل يعني هيئوا لهم جميع الظروف، وخا الفنادق ما كاينينش هما حاولوا يكريوا هاد الفنادق العائمه من اجل تهيئ الظروف للمتفرج اللي غيجي لقطر. جا على لسانك سي يوسف، هي هذه مدينه عائمه، ملي كنقولوا مدينه نعم. مدينه بجميع مرافقها نعم. نعم. كتفكر في الرياضه كاين الرياضه، كتفكر في السباحه كاين السباحه، كتفكر في السينما كاين، كتفكر في المسرح كاين المسرح، اي حاجه كتفكر في المشتريات كاين المشتريات، كتفكر تمشي تاكل كاين فين تاكل. 13 مطعم سي عنيف، 13 مطعم على قاس ومزي اكثر من لاقاس مدينتك. اكيد اكيد، لان هذه راه فيها مرافق اللي ما عندناش حنا حنا كنعتبروا نفسنا في مدينه الدار البيضاء، فكاين مرافق في هاد السفينه اللي ما كاينش في مدينه الدار البيضاء. اكيد اكيد، يعني ملي كنقول سميتو راه شي امكانيات هائله ضخمه، امكانيات ديال الخيال. وصافي سي حمزه، الفندق عائم يعني 6000 سرير، شوف يعني فندق يعني بكل ما في الكلمه معناه، يعني بكل شيء ديالو، بالبيسين ديالو، بالمطعم 13 مطعم، 7 ديال لي بيسين، يعني قاعه الالعاب، مسرح، سينما. تفضل سي حمزه. هنا المسرح هذه على الصوره، مسرح داخل هذا الباخره العائمه، يعني الناس اجتهدوا وحطوا ملف، يعني ما دام ترشحوا للمونديال الا وراهم قادين به. اكيد، يعني حطوا ملف بجميع التفاصيل ديالو، يعني كما كنقولوا قدوا به، يعني راه عطاوا واحد الصوره للعرب، يعني ماشي جميلة، مستوى جميل، يعني جميله جدا
في فهمات مسقول يعني. ورغم ذلك راه كان واحد المشكل على على شنو واحد الاكراهات على شنو واحد الاكراهات على التنظيم ديال من خدات قطر التنظيم يعني شنو واحد الاكراهات واحد التصريحات اللي صدرات من بعض الدول يعني اللي ما كانوش تايقين في قطر وما كانوش يعني معترفين يعني ما خداش قطر هذيك في الاول من خدات التنظيم ما خداتش هذيك الاهتمام كما كنقولوا. هذا عادي هذا لا يمنع بان من ان قطر كملت المشوار ديالها وكملت الاشتغال ديالها وجدال سميتو. حنا دابا على ابواب يعني بقى لنا اقل من اسبوع على 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 انطلاق المونديال كنشوفوا الامكانيات. اسبوع يوم واحد غدا ان شاء الله يبدا المونديال. غدا يبدا المونديال. غدا يبدا المونديال الاحد افتتاح منتخب المونديال هو المنتخب الوطني. المونديال نهار 3 سياليب. النعيمي كيضحك. النعيمي تبارك الله النعيمي. النعيمي تا هو يكون مشجعين ديال بطبيعه الحال ديال المنتخب الوطني مشكور السي النعيمي. إذن دائما الصور من داخل هذه الباخره العائمه الفندق العائم اللي تيتسع 6000 سرير يعني جوده عاليه وراقيه سي عنيف. تنشوفوا الصور جميله حلق هذه يعني حلق ديال اي راه كنقول لك جميع اللي كيتكشي اللي عندك في المدينه عند تالي بيسين. اذا ناخذوا الاستوديو ونرجعوا تكلمنا على الفندقه الان دابا غنمشيو كما تكلم السي عنيف على التنقل لو ترونسبور في هاد مونديال ديال قطر. عنيف حمزه مشاهدينا الاعزاء فقطر تفكرت في لو ترونسبور كيفاش ممكن هاد المونديال في هاد الشهر يعيشوا الناس بلا ما يحرك السياره ديالو. وفي هاد الاطار عطاو داروا واحد البطاقه اللي سميتها هي. هذيك البطاقه ممكن ملي تاخذها تقتنيها عندك الحق في الترامواي عندك حق في الترامواي عندك حق في مترو عندك حق في لوبوس في الحافله وعندك حق في الطاكسي حر ما تهزش السياره ديالك ما تخرجهاش للدار. دونك ديجا هادشي كلشي بغيتي من الملعب لملعب الترامواي من الملعب ملعب المترو من الملعب ملعب الحافله من الملعب ملعب السياره الخاصه. عنيف نشوفوا الصور وحتى نتحدث بالطبع كما قلت يا سي يوسف كما كنقول كنتكلموا على الامكانيات وكنتكلم ف ملي كيكون الشعب كيكون واعي فكلشي ساهل تنفذه. راه قطر ملي قرب المونديال عطوا التعليمات لجميع السكان ديال المدن باش يحاولوا ما يتحركوش بالسيارة وعطاهم اجازه 40 يوم ما يتحركوش بالسيارة ديالهم غير الا كانت ضروري. علاش؟ باش يخليوا المجال دوك الضيوف اللي جايين مختلف انحاء العالم باش لان لا الشوارع ولا سميتو الى درجه انهم تمت انشاء فنادق اللي كما كنقولوا حنايا بريفابريكي الفنادق اللي غادي تخدم غير في المونديال ومن بعد غادي يحيدوها واحد سميتو اللي تصوبت على قرب من الملاعب خاصه اللي سميتو من بعد غتحيد غادي تحيد نهائيا. دونك ملي كتسمع هادشي كتعرف بان راه مستوى اللي وصلوا ليه هذوك الناس راه مستوى عالي ماشي مستوى ديال سميتو. ملي كنهضروا على النقل بجميع المستويات لا النقل سميتو ولا النقل الجوي ملي كنهضروا على المطارات هي وجميع المطارات استقبال الجماهير لاستقبال الفرق بالحراسه ديالهم بسميتو يعني ملي كنهضروا راه واحد شي حاجه لوجستيكيه اللي عاليه جدا اكيد سيدي. يعني في حمزه كما قلنا يعني قطر يعني وفرات جميع الامكانيات وجميع الظروف يعني المنتخبات اللي يكونوا ضيوف على الجمهور قطر. الجمهور يعني التنقل داخل قطر نعم يعني الجماهير يعني المنتخبات قبل 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 الجمهور يعني الجمهور يعني راه وفروا لهم جميع الظروف يعني الامكانيات اللوجستيكيه وبالنسبه للنقل راه حنا كما كنشوفوا يعني شي حاجه اللي عاليه بزاف يعني ما كنشوفوا انا ممرات يعني كنشوفوا شو حافلات هذو يعني حافلات هي يعني كل شيء شوف العدد يعني ماشي حافله واحده اللي غتهزك من هنا يعني جميع ما كاينش الطوموبيل ديال كما قلنا ما تهزاش اكيد اذا نعم. مشاهدينا تفضل سي حمزة ايضا يعني قطر وضعوا واحد القوانين اللي حطوه غير واحد القانون حطوه قبل انه ديال منع بيع الكحول يعني في قطر يعني بزاف ديال القوانين اللي ما داروهمش الدول الاخرين أكيد. حطوا واحد القانون اللي ممنوع
يعني بزاف ديال الحوايج ديال النقاط ايجابيه في هاد الدوره القطريه. لا قطر ناجح بكل المقاييس. اذا بهذا يعني فتنغلقوا الشطر الاول من البرنامج اللي خصناه المونديال قطر. ولتذكير سنلتقي معكم انطلاقا من يوم المغرب غادي يلعب مباراه ديالو يوم الثلاثاء. اذا نلتقي يوم الاثنين مع تسعود ديال الليل ان شاء الله مساء في تحليل لمباراه المغرب اللي غتجرى يوم الثالث. دونك لافي ديال المقابله غادي نتلاقاو معكم ان شاء الله بحول الله. المنتخب يلعب الاربعاء دونك حنا سمحوا لينا المنتخب يجري المباراه يوم الاربعاء مع 11 ديال النهار. حنا غنتلاقاو معكم يوم الثلاثاء. والبرنامج راه عطيكم في الصفحه ديال راديو تي في عين سبع. يعني ننهي الشطر الاول من البرنامج وننتقل الى الشطر التالي. نعود اليكم بعد لحظات. إذا نعود إليكم مشاهدينا الأعزاء في الشطر الثاني من البرنامج. الشطر الثاني من البرنامج في إطار الباقة الجديدة ديال راديو تي في عين سبع. نخصص بطبيعة الحال للضيف ديالنا. الضيف ديالنا هذا الأسبوع هو جمعية مدرسة المجد لكرة القدم في شخص رئيسها اللي هو حمزة فرحون عنيف. كما قلنا نرحب بسي حمزة، نرحب به ونرحب بالجمعية مجد عين سبع كذلك واسمته سي حمزه اللي كانت كتربط لنا معاه علاقه اللي احنا في نفس الميدان وكنعرفوا بعضياتنا. ف نريد ان نسلط الضوء اليوم على سميتو على الجمعيه ديال سي حمزه وعلى المدرسه ديالو. نخلو سي حمزه يتكلم على راسه شويه. تفضل سي حمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الدعوه وعلى الضيافه. بالنسبه لمدرسه المجد، بالنسبه لمدرسه المجد هي مدرسه رياضيه. جمعيه المجد اللي هي تاسست سنه 2019 كتنتمي يعني كتوظف ثلاثه الحقول، هي الجمعيه الثقافيه الرياضيه والتخصص ديالها هو كره القدم. اللي كتشهد اللي كتوفر على 120 منخرط يعني من ساكنه عين سبع وبالاخص دوار بيه. ساكنه دوار بيه اللي حاطه واحد يعني المدرسه حاطه واحد الاهداف اللي مسطرين واحد الاهداف اللي كنطرقوا ليها اللي كنمشي لها. دونك تفضل سي عبسه قدم الفرقه ديالك. مدرسه المجد كما قلنا يعني ما كيتسمعش لا مزيان لا صوت مزيان تفضل. كما قلت مدرسه المجد يعني كتوفر على 120 منخرط اللي كتشرف على التاطير ديالهم يعني وكيتلقاو التكوين ديالهم في ظروف جيده يعني كما كنقولوا رغم الملعب والظلام فظروف تعتبر الملعب ظروف جيده. لا بالنسبه الا كندوي كان على الامور الرياضيه التقنيه ديالنا حنا. اما الظروف ديال الملعب المشكل ديال الملعب راه هو نقطه سوداء. نجيو ليه غتورينا كما جاء على لسان سي حمزه. فسي حمزه على حسب ما شاهدته انا في سميتو لان جرينا مع واحد المقابلات مع الوليدات ديالنا وكانوا تنقلوا لعندنا وجاب واحد الوليدات. هناك واحد الطاقم اللي كيضرب واحد اللي كما كنقولوا حنا كيضرب واحد التماره مع دوك سميتو اللي كيديروا الكل في الكل لاجل ارضاء واحد الطبقه ديال واحد الوليدات ديال الحي ديالهم. ف طاقم باكمله عندهم وليدات في المستوى والوليدات كما كنقولوا حنا الى ما لقاوش واحد العنايه وما لقاوش واحد الملعب وما لقاوش ناس اللي يحتضنهم ففين ما مشيتي كتلقى واحد الناس هازين واحد الحمل واحد العبء ثقيل على 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 الكتاف ديالهم. ناس بغا يعطوا الرياضه ولكن ما لقاوش ديك بين قوسين واحد البلاطو فين غادي يعطوه هذاك سميتو واحد اللي كنجيو كنلقاو وليدات ديال حي كما كنقولوا دوار بيه ملي كنقولوا ساكنين ديال دوار بيه يعدوا بالالاف كثافه سكانيه وكنعرفوا الانحراف وكنعرفوا ما يعانوا منهم من اصحاب الدواوير. ولهذا فهذا العمل اللي كيدير به حمزه في ديك المنطقه بالضبط فهو عمل يشكر عليه وعمر خصو يتشجع عليه. فلهذا وهذا هو على نقطه سوداء اللي هو الملعب.
الملعب حنا اللي كنعرفوا، لان انا عارف بان ما عمرني مشيت تما كاين. عطينا الصور سي تقني سي اكرم الملعب. دخل الميكرو. اذا غنخليكم معنا اوديو كوبي كولي. شكرا. تنعتذر للمشاهدين الاعزاء التقني، تنشكره كذلك على المجهودات اللي تيبذل. خليكم معنا. اذا بطبيعه الحال دائما نمشيو في اطار المدرسه. السي حمزه عرفنا على المدرسه ديالك، يعني شنو هما شحال مؤطر عندك؟ تفضل. كيفاش كدير انت كتخرج راسك بالنسبه ل نعم سير سير حمزه تكلم. بالنسبه لمدرسه المجد، يعني كما كيعرف الجميع مدرسه كتنشط في منطقه عين سبع وبدوار به خاصه. يعني الوليدات كنحطوا برنامج عام، يعني برنامج ديال الموسم. اذا تنشوفوا الصور سي حمزه المشاهدين الاعزاء، سي عنيف فالصور خديناها على قفله مشينا عندهم، فالوليدات هنا راه تياخذوا التدريب ديالهم وسط الظلام يعني دامس. فهنا الوليدات تيشوفوا تيتمرنوا. خلينا السي التقني خلينا الصوره هنا، تنشوفوا الحاله ديال الملعب. تنصوروا التقني للطاقم ديالنا اللي صور سي مكوان، مشكور بالمناسبه سي عبد الهادي مكوان. فتنشوفوا الصوره ديال الشبكه. نرجع مع السي حمزه. نمشيو في اطار نعلقوا على الملعب ونرجعوا بالسي حمزه. فتيلعبوا في التيغ باتو، يعني ارض صلبه يعني بظروف يعني اقل ما يمكن الانسان يقدر يتريني فيها. فهادو تابعين لمقاطعه عين سبع يا سيدي. نعم. اذا هذه دعوه للمسؤولين داخل المقاطعه ديال عين سبع. نعم. خليك معايا. دعوه نوجدوا في نفس الوقت دعوه للمقاطعه ديال عين سبع، يشوفوا هاد الوليدات ديالنا، وليدات ديال المنطقه فين تيترينيو في التراب. نتمنوا. نقول سي حمزه هاد التيران هذا راه يعني العهد ديالو ماشي قديم. قبل ما يكون هاد التيران واحد الوقيته ما كانش هاد التيران. يعني هاد التيران شكون اللي صار على 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 التيران هذا؟ شكون اللي صار على التيران هذا؟ كنوجه تحيه لواحد الشخص اللي هو رئيس الشؤون الثقافيه والاجتماعيه حاليا، اللي صار على هذا الملعب وعبد ربيه وبعض الاخوان في الساكنه اللي غير وليدات اللي حاليا كيترينيو معايا، اللي حاليا راهما مؤطرين معنا. دونك سي مصطفى الركيبي كان هو بيديه باش قال التيران. تحيه للسي مصطفى من هذا المنبر. تحيه للسي مصطفى. نحاولوا كن بغيت اللي بغيت نضيف وهي ان هاد التيران يعني ولاد المنطقه اللي صوبوه. نعم. والامكانيات باش داروا الشبك هاد الامكانيات درناهم بالمال ديالنا الخاص، يعني بعد. ولكن كنبقى الشكر للاخ مصطفى الركيبي اللي كيمشي كما كنقولوا يمشي يقلل. قرب الميكرو عندك. يجيب لنا يعني حوايجات اللي غنوفروا من هذا الملعب، اللي لا من تشوفنا ولا من الشباك ولا بعض المرات كانوا البالونات خصونا البالونات. يعني حنا قبل من هذا كانوا كيكونوا دوريات تما في هذاك الملعب. دوريات في رمضان يعني في مناسبات. الدوريات اللي كنا كنخصوا منهم كما كنقولوا كنديروا واحد لونغاجمون ديال 10 دراهم ولا 15 دراهم، كنوفروا علاش كنقول المال الخاص. سي حمزه السؤال اللي بغيت نسولك عليه هو ان واش عندكم واحد الوقت واحد الوقت مخصص للتدريب، يعني واحد الوقت موحد اللي كديروا فيه؟ يعني اسبوع مثلا واحد الاسبوع عندنا. نعم. السبت 10 ل 12. لا معمم السنه كامله ولا لا؟ دابا هذا الملعب حنا هو الجامع وقت ما جا، ولكن اللي سبق ياخذ تيران. ولكن كاين يعني الاخوان يعني الناس اللي كاينين تما ملي كيشوفوا المدرسه تما كتريني كيخصو يعني كيشوفوا هذوك الوليدات يعني كيخليو ليهم. يعني اللي بغيت نفهم ان هاد التيران ما عندوش واحد اللجنه اللي كتسيروا اللي كتعطي واحد الوقت لهذا ولا يعني لا كل واحد مسير. كنجيو كنلعبوا كناخذوا التدريب، يعني ما كاينش اللي كيوقف علينا يعني كيمنعنا تما. يعني الناس ملي كتبغي تلعب كنت حنا كنخليو كل شيء يلعب. عطينا التدريب التقني. نعم. حنا تنتحاوروا. بغيت نسولك عطينا التدريب ديال لقيتي مثلا تورنوا لعبه وحنا دابا السبت الوليدات مثلا خصنا ضروري يتدربوا مثلا السبت والحد. مثلا عندنا التدريب نهار السبت، جيت لقيت التيران لقيت واحد اللاعبين. نحاولوا نفهموا الناس تما، ولكن الاغلبيه كيقوموا يعني كاتصال بي انا شخصيا. فاهم، لان الاغلبيه كاين ولادهم كاين خوتهم كاين ولاد عمهم كاين يعني كيتلعب على هذوك الوليدات. يعني حتى هما الساكنه راه باغيين واحد الملعب لهذوك الوليدات، يعني ملي كيشوفوهم كيترينيو راه حتى هما كيخليوهم. ما يمكنش يتدخل هو واحد عنده 45 سنه ولا 50 سنه غادي يحرم الدري صغير بانه. بغيت نسولك سؤال من الجهه الاخرى كما قال لك. نعم. كما جا السؤال حنا كنشوفوا بان الملعب
هو لا يقول كرة القدم وخصوصا نعم. الأطفال اللي محتاجين واحد الرعاية ومحتاجين فين يبدلوا حوايج ومحتاجين واحد سميتو خصو عناية وخصو طواليت وخصو يتدرج على الشتاء فهادشي كلشي ما كاينش في التسميات ولكن سؤال بغيت أنا نقولها لك يعني هذا الملعب اللي سبات فيه الشتاء كيولي غير التدريب دابا سؤالي أنا غادي من سميتو أنت في نظرك واش كاين عندك شي ملعب اللي قريب لك اللي فيه واحد المواصفات مثلا لا مراه عندنا ثلاثه الملاعب في عين سبع ماشي غير ملعب اللي قراب لك انت اللي قراب لدوك الوليدات نعم عندك تنقل تشد مثلا الترونسبور ولا لا حنا كاين ملعب كاين ملعب اللي هما اللي هو ملعب افاداس اللي قريب ليا اللي هنا حتى هذاك الملعب يعني حتى هو راه عندنا وليدات حنايا فيه كيلعبوا عندي وكياخذوا التدريب ديالهم في هذيك في هذوك الوليدات اللي مسجلين عن طريق المبادره الوطنيه. انا من هذا المنبر عندي واحد الاقتراح يمكن السي شاطر السي عكي شاطرني الراي وهي ان هو المقاطعه تاع عين سبع خدات على العاتق ديالها واحد 50 طفل نعم تسجلوا في 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 كملني معنا مباشره على الخط سي مصطفى الركيبي. سي مصطفى خليك تكمل سي مصطفى وعاد باش غنشد الخط موراك. يلا سي مصطفى الركيبي مساء الخير. مساء النور مساء جميل مع السي عكي وسيدي عنيف المعروف يعني المباشر مباشرة وكذلك الحمزة بن فرحون اقترح شاب نشيط في المنطقة وبذل واحد المجهود كبير على أساس أنه يوفر لوليدات ديال الدرب واحد المسألة اللي هي كل ما هو تنموي بالنسبة للمنطقة ويعني تبارك الله تي يعني انا باش نقول لك واحد الكلمه هذاك الوليد الحمد لله خرج صالح وتبارك الله عليه يعني كيعمل ما نقولوش في خفاء هو الحمد لله دابا الان عنده بعض الامور اللي هي ايجابيه بالنسبه للمنطقه في الوليدات ديال الدرب لدرجه انه كيحرم راسه وكيعطي لهذوك الوليدات اللي صراحه هما في امس الحاجه لهذيك التدريب وهذاك التعطير وكيتبارك الله من المال ديالو بعض المرات كيجري ويجاري وكنشكر عاوتاني واحد المساله اللي هي مهمه سي حمزه وهي الاخت كريم حلوي اللي صراحه مؤخرا جادت واحد التوليات وربما كواري لسي حمزه شافت فيه الخير شفت بانه تيتعاون مع الوليدات تبارك الله عنده واحد 120 دري ولا 130 بصراحه ملي كتشوفي تما كاين وكتشوف الانشطه ديالو ولا الرياضه ديالو تما كاين ولا تحت الحوار ديالو مع الوليدات وما تنساش راه ما تيديرش غير كره القدم هو كيعمل عاوتاني على بعض المناسبات اللي تحتيسيه في المنطقه ايامات كورونا ولا ايامات ديال العيد الكبير تيوزع الميكا زعما مسكين واحد الانسان تنتمنى ليه مسيره موفقه. وبالنسبه وقيع الحديث ربما اللي شدني اكثر هو الملعب كما كيعرف الجميع في هذاك الملعب هذه تبارك الله واحد السنوات اللي كانت هذيك البلاصه تما كاين عباره عن يعني واحد مهمل يعني واحد المكان تيتلاح فيه التراب تيتلاح فيه الازبال عبد ربي ولا الاخوان اللي كانوا معنا ذاك الوقت وكل واحد اعطى واحد شويه ديال النصيب كنشكر الحاج مناضيل الفتاح الله يجازيه بخير كنت بصراحه اني طلبت منه وكذلك السي احمد بريجه اللي عاونونا بتوفنا عاونونا بتوفنا عاونونا بالتراب درنا البارات ربما الشباك دابا الان يعني كتعرف يعني ما مسدودش تيلا ما مسدودش فكيكونوا حشاك البقر تيدوز في الماكين تيقطع دوك الشباك هذا هو الاشكاليه اللي كاينه كنتمنى الله سبحانه وتعالى ان تكون واحد التفاته من غير ديال المجلس فهو هذاك الارض بعد راه هي ارض الملك ديال واحد السيد الماكين وهما يعني ما غيقدروش يخلوا لنا الفرصه ان ما كرهناش تكلمت معهم انا شخصيا مع السيد اللي مكلف بالماكين ومول الارض سي حسن وقلت عليه وغادي نزيد لكم واحد الاشاره اللي هي مهمه في هذاك التيران تماكين هو مني كنت يلاه بديت كنصوف فيه بالتراكس وهذا وبيدي زعما وحمزه والسي محمد السكاكي والاخوان اللي كاين تماكين في الدرب رياضيين وقف علينا مول الارض قلنا له ودي اش بغيتي قال لك لا الارض ديالي قلنا له ودي الوقت اللي تحتاج الارض ديالك غنهز البارات وغادي تجي تخدم هذا هو الاشكاليه اللي عندنا احنا ما كرهناش
ما كرهناش يدير لي تما كاين يعني يكون تكون ارضيه معشه وشابه والوليدات عاود ثاني يعني يوجدوا يعني يحطوا ذوك اللمسه ديالهم والمهارات ديالهم. ولكن ما تنساش عنيف ولا سيدي الشفعكي ما تنساش ان التراب تراب تراب كيخرج الكواريه. اكيد اكيد سي ركيبي تراب دوز سي سي وساف ودوز سي عنيف كواريه. متفقين معك سي ركيبي في اطار بطبيعه الحال البرنامج الكبير اللي عندكم ديال مقاطعه عيد سبا في اطار ملاعب جديده. ما تنساوناش جمعيه المجد في شخص السي حمزه فرحون حتى هو تخصو ليه واحد من الملاعب الكبيره. واحد نعطيك واحد الاشاره مزيانه باش اخواني يفهموا مزيان. تفضل تفضل سي مصطفى. احنا ملي درنا ديك المبادره ديال الحمد لله اللي كنشكر عليها السيد الرئيس للمجلس المحترم والاخوان ديال المصلحه ديال الشؤون الثقافيه الرياضيه والاخت يعني كلثوم هاشم، فوضعنا لمسات ولبنات على اساس اننا وليدات اللي مساكن ما كيقدروش يخلصوا ذاك الواجب. فبدينا بديك العمليه ديال 50 طفل لكل مدرسه، عطينا الخمسات المدارس. انا بقيت نقول الان خمسات المدارس كرويه كتنشط، يعني ماشي غنقول لك كتنشط اولا على العصبه بحال الدفاع بحال النجمه بحال الاف سي سي بحال الاخوان ديال سميتو ديال الافاداس. فعطيناهم كل واحد 50 50 الحمد لله كاين اللي خد اكثر من 50. بدينا العمليه من ذاك الاسبوع، وهذا الاسبوع اليوم كنا مع الاخوان ديال الدفاع وديال النجمه كنشكرهم دائما مؤطرين يعني تبارك الله كيوريو الوليدات. وبالنسبه للملاعب اللي تكلمتي على السي يوسف، فاحنا باقين منفتحين كما كنقولوا مدينه الله مع جميع المجتمع المدني الرياضي او الفاعل او الثقافي، يعني الفاعل الجمعوي بصفه عامه. وما تنقولش لك حمزه هو اللي كاين، كاينين جمعيات رياضيه اللي كتشتغل وكتشتغل يعني بواحد العمل اللي تطوعي الا اولا، ثانيا كيخلوا البصمه ديالهم حتى الوليدات. ربما حمزه راه غادي يقول لك راه كاين عنده تقريبا واحد خمسه ديال الوليدات ولا سته ديال الوليدات اللي اشتغل عليهم هذه السنين. ربما راه الحمد لله كاين اللي مشى للوليدات، كاين اللي يعني هو كيطعمهم من تما، كاين من افاداس الوداد الرشاد البرنوسي الطاس، يعني الوليدات بحال كيكون عنده هذاك الوليد عنده مشكل ديال اللعابه الوليدات الصغار. وهذه هي ربما حتى البرنامج اللي مشينا يعني احنا في المقاطعه فهذاك المشكل الاخر اللي احنا حطيناه هو هذوك الوليدات ربما غدا ولا بعد غدا تلقاه في مدرسه بصح ديال الدفاع ويقدر يكون لاعب الغد. هذا هو الاشاره اللي غادي نكون. شكرا شكرا شكرا. غنخلي معك غنخلي معك تصنت من بعد غادي نقول ليه انا شنو شنو شنو. معك عنيف معك عنيف. واش كتسمعني يا سي مصطفى؟ كتسمعني سي مصطفى؟ هل تسمعوني؟ نعم تسمعك خويا سي مصطفى. في هذا الاطار ديال دائما ديك هذيك الانشطه اللي ولا ديك المبادره اللي خذتها مقاطعه عين سبع ديال 50 طفل اللي غادي يتفرقوا على على عبلاتي عبلاتي. خليني نكمل معاه، هو اللي هو اللي مستشار. هاد النقطه هذه بالضبط، هاد النقطه اللي غتكلم عليها راه هو كيعرف وكيعلم انه قبل ما تعلنها المقاطعه هاد الفكره ديال 50 طفل ان خديتها على العاتق ديالي قبل من هكا. انا بعد مناقشه الفكره انا والاخوان يعني خدينا 50 طفل يدخلوا في العام بالمجان ياخذوا البدله ديالهم. فين هادشي؟ في جمعيه المجد. في المرحله ديال الدور. لا ماشي انت جبت نهضر. لا اسمح لي. تفضل سي مصطفى. سي حمزه راه سبقني وهضر في واحد الموضوع اللي بعيد عليا انا. انا كنهضر ماشي بعيد عليك. لا بعيد عليهم. لا هذا موضوع دابا تصفيق لجمعيه المجد على مدرسه يعني المجد. كتبادير جيده. مدرسه المجد ليست مطالبه باش تدخل 50 طفل. حنا كنهضروا على المدارس اللي مطالبين باش يدخلوا واحد 50 طفل. متفق معايا السي مصطفى؟ كتسمعني؟ انا بلاتي باقي ما كملتش. خليك معنا مصطفى. مصطفى خليك معايا وبعد رد علينا. من المدارس اللي مرغمه باش تدخل هذيك 50 طفل هناك جمعيه افاداس اللي هي قريبه لكم، وبغيت انا هذيك واحد 50 طفل ديال اللي غتدخلوا الافاداس تكون ديجا من مدرسه المجد لانها هي على القرب وتوقفوا عليها انتم كمقاطعه عين سبع كانت كالشؤون الاجتماعيه ديال عين سبع وكواقف واحد اللي واقف على المشروع وتاخذ 50 طفل من مدرسه المجد ودخل من افاداس ياخذ البدايه. انا تنقول لك ربما غنجاوبك بلغه الخشب ولا لغه الحياز لواحد المدرسه. تفضل. فالاخوان ديال افاداس ولا الاخوان ديال المجد يعني المجد ديال الحمزه والاخوان ديال افاداس ولا جميع المدارس
اللي حنا الان مشينا عندهم لعبد الكريم الزاوي الى الاخوان، لقينا بانهم هذه المبادره اللي سمعت اللي حنا دابا درناها دابا وبغينا نبينوها واش كاينه ولا ما كايناش، فاحنا لقيناهم بانهم اصلا كيعملوا على هذه الوضعيه. جميل هذا الشيء. حنا المقاطعه، انا غنقول لك حنا المقاطعه بحال قلتي زدناهم وخا داك الشيء عندهم مثلا 100 ولا عندهم 200 ولا عندهم شحال، كل واحد شحال الرقم ديال اللي عنده ديال كيعطي للناس يعني وداك المجانيه، فاحنا قلنا نرغموا عليهم، ماشي نرغموا عليهم، نرغموا عليهم اولا فضلا ماشي امرا، فضلا انهم يشدوا دولينات ويأطروهم. سي مصطفى اش كتسمعني سي مصطفى؟ سي مصطفى تصنطي مزيان، انا بغيت نقول لك واحد سميتو هي واحد المبدا اللي هو كنتعاملوا به حنا كنا المدارس. دابا اللي جيتي سولتي عنيف واش عندك الناس بالمجان، غنقول لك بالمجان، ولكن ملي جا هذا البرنامج اللي دارته المقاطعه ديال عين سبع قال لك الماء كيمحي التيمم، خاصو هذوك اللي خادم العتيق ديالو منو ليهم، وخاص المقاطعه تصار على الناس. عرفتي علاش؟ حيت انا واخد صحابي ولاد صحابي حنا كنا واصلين 250 ربما في الاسبوع اللي فات، دابا وصلنا تقريبا 350 طفل. انا كنقول هذوك 350 باقا تتقول المدرسه يعني الاخوان ديال المقاطعه ولا السيد الرئيس ولا المجلس، فقلنا هذيك 350 هي اللي كتستافد، اللي غدا تستافد ان شاء الله من المسرح يعني ديك الصباحيات اللي هي متستافد من جميع عباره عن برامج تربويه، وكذلك الدعم المدرسي ان شاء الله لهم ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله الا بقينا الله في العمر المخيم ما غنلقاوش فيه اشكال لاننا لان عندك عاده. شكرا سي مصطفى، شكرا على التوضيح. شكرا سي، ودائما اقولها شكرا سي مستعكي على البرنامج ديالك هذا اللي تيكون هو رياضي، وتبارك الله تيكون يعني تنور المنطقه ديال عين السبع، وحنا راه ولاد الميدان. شكرا. وحنا راه متواجدين في الميدان، والسي يوسف عكي شهاده حق فيك. باقي تنقولها بان يوسف عكي ولا الاخوان اللي تيشتغلوا في البرنامج ديال المنبر ديال عين السبع، فكني لهم كل احترام، وخصوصا الاخ عثمان الوقيفي والاخ عنيف، الله يحفظنا، الاخ الحميد غريب اللي بارك الله فيك، اللي هما مشتغلين في السي اكرم التقني ديالنا، السي اكرم كيخدموا في خفا، بارك الله فيك، بحال وليدي اكرم، فك الاخوان اللي كيخدموا في خفا وتيعطيو النظره شاد ديال النظر ديالهم، ماشي دوك النظر الكحلين كما كيقول السي يوسف، بل نظاظر ديال بصح النيت، وحنا ولاد الميدان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وتحيه لحمزه بزاف، والله يكمل عليك. شكرا لك، ويسهل عليك مع الوليدات، وهذا هو المضمون فيك، والحمد لله خير خلف بخير سلف. نسول بختي وغتبقى دائما يعني الوليد اللي كنطمح ليه اي واحد ربما يشوفه، الحمد لله كاين الوليدات كيبعدهم عن الانحراف، كيبعدهم على كل ما هو خيب الدوار ولا في المشاكل اللي كتكون تكون خايبه شي شويه، فالحمد لله هذا هو الجزاء ديال السي حمزه. شكرا. شكرا سي مصطفى. شكرا سي مصطفى الركبي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اللجنه الاجتماعيه والرياضيه والثقافيه بطبيعه الحال لمقاطعه عين سبع بطبيعه الحال. نواصل على ضوء المكالمه سي يوسف، بغيت على ضوء المكالمه اللي جات على سميتو، بغيت نشكر واحد جوج الناس اللي جاوا في السياق. نعم. هما السي عبد الفتاح مناضل والسي بريجه اللي كان فيه الفضل باش اللي تهيئ هذا الملعب اللي شنا على الصوره. اريد ان السي جاء على واحد لسان على واحد السيد السي عبد الهادي مكون ان واحد السيده سميتها الحلوي جات عطاتك شي كرات ولا سميتو، فهذا المنبر هذا نشكر السيده الحلوي رئيسه جمعيه المفتاح على المبادره اللي دارت مع مدرسه المدجد، ونتمنوا هذا الشيء يتعمم، ان كاع الناس اللي كيكونوا محتاجين بحال السي سميتو اللي عندهم وليدات واللي عندهم سميتو عندهم مسؤوليه يتلقاو بحال هذا الدعم، لان هو دعم ماشي السي حمزه بوحده، بل دعم لواحد المنطقه اللي كتعاني. شكرا. وإيداك الخط بالنسبه للسياحه النقطه الاولى اللي قلت لك ديال 50 طفل، يعني خديتها انا والاعضاء اللي كنقدم لهم تحيه من هذا المنبر هذا، وكنشكرهم بزاف اللي هما كما كنقولوا الاساس، يعني الساس ديال هذه الجمعيه هذه اللي ما كيبخلوش حتى مع الوليدات واللي كيبسهروا حتى مع على معنا مكالمه مباشره من انجلترا سي سفيان الباز. سي سفيان الباز مساء الخير. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. مساء الخير الاخ عنيف. الله يحفظك يا سي سفيان، بارك الله فيك. اللي معكم في الحلقه سي حمزه.
الاخ حمزه. حمزه ديال دوار بي. اولا كنشكركم على هذا البرنامج اللي وضحتوا فيه بزاف الحوايج. شكرا. من خلالها قطر اللي كتحتضن كاس العالم اللي كل شيء كان كينتقدها منها انجلترا اللي انتقدوها ناضوا الميتيين خرجوا كينتقدوا انجلترا انها بلد غتمنع هنا غتبيع الحريات غتمنع ومنها فرنسا والمانيا ولكن الحمد لله هذا الله سبحانه وتعالى يبينوا على ويبرهنوا على تبارك الله على داك الشيء اللي وصلوا ليه المستوى العالي وهذا راه درس هذا درس هذا درس للمغرب هذا درس للمسؤولين المسؤولين المغاربه كنتمناو كما كيقول سيدنا نصره الله وما يطولش عمره الانسان خصو يشتغل حنا يكون واحد النهار بغينا حنا نضمو كاس العالم ان شاء الله لما لا وبالخصوص كنطلعوا على واجهتين بحريتين موقع استراتيجي هام احسن من قطر وعندنا الحمد لله الامكانيات امكانيات انا كنخفض بها الطاقه البشريه اللي الحمد لله غيكون عندنا اكثر من 70% ديال موجودين ديجا الطاقه البشريه عكس قطر اللي جبتهم من معظم اوروبا ومن البرازيل وكما كنقولوا راه المغرب راه حتى هو وقف تما بالشرطه ديالو بالاجهزه الامن مشكورين اللي بغيت نضيف الاخ مصطفى الراكيبي اللي قال واحد الكلمه اللي هضر على المقاطعه انه طاول الفرق هذا سؤال انا كنوجهه لمصطفى الراكيبي لان قال لك هو في الميدان مرحبا ولكن السي مصطفى واش هاد الناس هادو اللي عطيتيهم 50 واحد 50 طفل الناس اللي بلا الساكنه ديال عين السبع واش عطيتهم اليوم اجي عطيتهم اليوم ولا عطيتهم بالمجان ولا كانت انتوما فرضتوا عليهم بالمجان فرضتوا عليهم باش تاخذوا الاطفال مقابل الى ما فرضت الى ما خديتوش هاد الاطفال حنا غنقهروا انا ما كنسمعوك 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 الكاسي سفيان تفضل لان كاينه قصه اخرى تفضل سي سفيان قصه اخرى كنسمعها انايا تفضل اذا انا سيدي الا فرضتوا عليهم المقاطعه فرضت عليهم غياخذوا الاطفال ولا ما خديتوهمش راه حنا غنحبسوكم من مجار ولا النشاط الرياضي اذا كانت هذه القضيه كتقوموا بها هذه كتسمى حرب العصابات حرب المافيات ماشي غادي تفرض على واحد السيد بهذه الطريقه ولا الا ان انا بحث وسولت الناس اللي كيشتغلوا في المقاطعات الدينيين قال لك اسيدي اولا هادشي ما خاصش لا يجوز لان خاصهم يخلصوا الجبايات الفرق اللي كاينة في المحل في النوادي خاصها تخلص الجبايات هذوك الجبايات هذا هو المعقول معاك انا معاك هذا هو المعقول تفضل تفضل سي سفيان بعد نردوا انا بغيت واحد الجواب يكون مقنع لان انا هادشي غنكتب عليه راه ماشي غنحيدو ليا التريبلاج خاصك معايا انايا هذا انا بغيت جواب مقنع من عنده انا ما كنطولش عليك ولكن اسيدي غتعطيني الشرح لانك واش انت تفرضتي على الفرق لان عندي انا درايه وعندي تسجيلات صافوا بيا ناس يجاولون النشاط الرياضي تاع السبع لا راه معقول انهم ما راضيش على هذا الشيء وانتم فرضتوا عليهم هذا الشيء هذا المركب والسلام عليكم اخي خليك معايا سفيان معاك سي سفيان معاك سي عنيف سي سفيان كتسمعني نعم سي سفيان راه النتيجه اللي توصلتي ليها انت هذاك هو الصواب لان المفروض اي واحد بغى يدخل بحال بغى يدخل المسرح خاص تخلص واحد المبلغ للجبايات وتجيب ديك الورقه ديال الجبايات وتجي تدخل بها لهذاك الملعب ولا مسرح ولا كتستغل هذاك سميتو ولكن هما راه التفاريق بيني وبينك تفاريق من هنا من عندنا حنا ما تيخلص الجبايات في عين السبع حتى واحد ما كيخلص باش نكونوا واضحين حتى واحد ما كيخلص حتى واحد جبايات حتى واحد ما كيخلص ملاعب ودابا الملاعب اون كونتر بارتي كما قال لك في المقابل ديال ما كيخلصوش الملعب مقاطعه عين السبع قالت لي غتاخذ واحد 55 طفل من داوي من الناس اللي كيقولوا اللي محتاجين اللي ما عندهمش باش يخلصوا هاد الامكانيات وهذه الحاله ديالهم ضعيفه تفضل نعم اسيدي راه غير قانوني هادشي اللي كيديروا فيه راه غير قانوني اش غنقولوا صح بلاتي سي سفيان سي سفيان سي سفيان
حنا في قبل الحلقات في استوديو سبور ماجازين، هذا موضوع يعني لا بد يعني يطفو دابا على الساحه في عين السبع، ولا بد من خلاله غادي نحاولوا نستضفوا في القريب العاجل، يعني في قريب الحلقات يعني من دابا اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع على ابعد الحدود، نستضفوا السي مصطفى الراكبي اللي هو رئيس اللجنه، وغادي نحاولوا نحطوا عليه رئيس الجبايات هو اللي ورئيس، نحاولوا نتصلوا برئيس الجبايات شي واحد من الجبايات يجي حتى هو يشرح الى ما يقدرش، لان الاستوديو يلاه يستضيف ضيف واحد، حاولوا استضيفوا برئيس اللجنه، وحاولوا اتصلوا عبر الهاتف بالقسم الجبايات في المقاطعه ديال عين السبع، نحاولوا نتصلوا بالرئيس لتنوير هذا الموضوع اللي هو النقطه اللي تكلمتي فيها السي سفيان. ما راضيش الناس، ما راضيش. لا شوف، خلينا من ذاك النطاق الاجتماعي، الناس كيقول لك لا راه راضي، لا هادشي مزيان، لا هادي باديه طيبه كتقوم بها ماشي في مقاطعه عين السبع. لا هي ولكن راه خاصك تشوف ما وراء. لا هي هي السي سفيان، هي البديره كبديره ديال الدمج 50 لاعب او 50 طفل اللي تنتمي لواحد الطبقه اللي هي معززه، الطبقه هي هشه، الطبقه هي فقيره خويا، هنا تبقى وليداتنا، وليداتنا تستافدوا. هذه مرحله مزيانه، مرحله جديده تبنتها مقاطعه ديال عين السبع، مشكوره بالمناسبه، ولكن لابد، لان دابا هذه مرحله ولكن لابد تبعها مراحل. حنا غادي نحاولوا في برنامج خاص بهذا الموضوع اللي حليتي علينا، مشكور سي سفيان، ومشكور بالتواصل ديالك الدائم مع راديو تي في عين السبع، مشكور بالافكار ديالك، مشكور بالغيره ديالك على بلادك، وانت في انجلترا عايش مع راسك بخير وعلى خير، وعندك غيره على بلادك من تما، فمشكور. فهذا هو المواطن اللي بغينا، هذا هو المواطن اللي بغى جلاله الملك محمد السادس يكون عنده غيره ويعطينا افكار، وكون مأكد باننا في القريب العاجل ابعد الحدود ثلاثه الاسابيع غنستضفوا السي الراكبي، وغنستضفوك مباشره عبد الهلواء صورا صورة أول مرة غتكون حلقة صور وصور. أتمنى ذلك، أتمنى ذلك. لا أكيد 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 السي أكيد السي أكيد سنعمل بكل ما أوتينا من قوة، أنا وسي عارف أساس استضافة السي مصطفى الركيبي أقرب وقت ممكن، مصطفى الركيبي راه الوقت توجه للدعوة، راه تيسجل بالدعوة ديال راديو تي في عين السبع. شكرا سفيان بزاف، شكرا جزيلا على التواصل. شكرا سي سفيان، شكرا بزاف سي سفيان. راك تجيب لنا الجديد، راك تجيب لنا الجديد سنتواصل معك للتذكير. عندنا برنامج المشاهدين كذلك، عندنا برنامج مباشر غيكون طيله المونديال قبل وبعد مباراه المنتخب المغربي، سنتواصل معك في حينها مباشره من الديار البريطانيه. شكرا سفيان. شكرا لك، السلام عليكم. شكرا شكرا شكرا. تفضل سي حمزه. باش هذه النقطه هذه نوضحها كثير، يعني هذه القضيه ديال 50 طفل يعني ناقشتها مع المكتب ديالنا، يعني ماشي هادشي ما داخله فيه لا مقاطعه لا والو. خدينا 50 طفل كياخذوا البدله ديالهم، سورفيتمو ديالهم، قرب الميكرو عندك، قرب سورفيتمو ديالهم، كاسكيت، باك ديالهم كامل بلاسيرونس، يعني كاميرا. يعني واحد 50 طفل، 50 يعني طفل ما كتخلص والو عام كامل، ما كتخلص حتى شي حاجه. تبارك الله عليك. كياخذوا رغم الاكراهات، البنيه التحتيه غير ذلك، ولكن كياخذوا تاحيل. هذا الشيء كنا المواطنه الحقيقيه، كنا عبد ربي كياخذوا من المال ديالو الخاص. نعم شكرا. كنحرم راسي من شحال من حاجه. اذا نحاولوا نسبوا على السي يعني. شكرا سي حمزه. يعني شوف هذا الشيء بشهاده الجميع وبشهاده الاعضاء، يعني ماشي بغرب بوحدي، انا والاعضاء كنفرغ يعني وقتي كامل باش تعطي وقتك كامل لهاد الوليدات اللي الدار كتدخل لها، خصوصا عندنا واحد المشكل، يعني هادشي كامل يدوز، ولكن انت اللي غنبقى كل اسبوع غادي مدي بلاصي، كل اسبوع غادي مدي بلاصي، كل اسبوع تمشي مع الثمانية ترجع حتى للثمانية ديال العشية، تمشي مع الصباح تعاني، نخرج والو، تقاتل، توفر لهم ترونسبور، يمشيو يلعبوا. راه كما كتشوف تدخل لاباج ديال المجد، راه كتشوف الوليدات كيفاش دايرين، يعني راه لا تبارك الله واحد النقطه اللي ايجابيه، وخصوصا في منطقه الدوار. مشكور صراحه ديالك، يعني بزاف. وكنبغي نوجه واحد التحيه، واحد الشكر اخر، يعني الاستاذه اللي جمعيه مفتاح في شخصها، استاذ الحلوي حلوي، واستاذ محمد هوداني، اللي حاولوا انهم يوفروا واحد الكرات للوليدات، يعني باش ياخذوا التدريب. يعني وانا كنقول من هاد البر، يعني هاد الوليدات راه ماشي كنطلب، انا ماشي كنطلب بهم. نعم وراه وليدات انا، حنا كياخذوا التدريب ديالهم وكيتريني وما عاد شناهو نتقاتل معاه وما عاد شناهو، ولكن انا ماشي كناخذ واحد السؤال انني كنطلب بهاد الوليد، هاد الوليدات كياخذوا، انا قاد بهم تستافدوا ونتريني بهم، ولكن تالين تالين حنا بغينا ملعب الوليدات يضحكوا، حنا نجتهدوا ونزيدوا عاوتاني كما نقولوا نجتهدوا في هذا العمل ديالنا، ولكن خصنا نشوف دعوه ان شاء الله. سي حمزه هناك سي دعوه سي عنيف، دعوه للسيد رئيس المقاطعه ديال عين السبع اللي هو غادي يحضر معنا هنا البلاطو ان شاء الله، وغادي نستضيفوه كرئيس مقاطعه عين السبع، وغادي يقدم المشاريع الكبيره اللي غتكون في المنطقه ديال عين السبع،
ومن خلال هذه المشاريع يكون واحد مجموعه ديال الملاعب وفراقي بحال هادو، فراقي بحال ديال اللي تيتمارسوا في الفال، فراقي بحال اللي تيمارسوا في الشاطئ اللي كنا استضفناهم. هاد الناس هما الاولويات لان الوضعيه ديالهم فهي وضعيه كارثيه، الناس تعاني الشيء الكثير وتضحي من اجل وقتها على حساب ولادها، على حساب الزوجات ديالها، على حساب العائلات ديالهم الصغيره والكبيره، من اجل النجاح باش يبقاو هاد الملاعب في الحياه. سي عنيف، انا بغيت نوجه واحد 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 كما قلت لك واحد الشكر، لان سي حمزه ملي كيقول لك خدنا 50 طفل، راه 50 طفل ديال دوار ربي هو ولد دوار ربي، يعني خادوا الطبقه الهشه. نعم. ناس اللي ما عندهمش، ناس اللي ما فيها لا الا حتى الا جيتي تقلب هذيك 50، انا دول ما نحضر معاه، دول ما نكون معاه في ديك لا ليست ديال ديك 50، غتلقى كلهم ساكن ما عندهمش ناس، ما عندهمش باش يسميتو نقطه. يعني ما خديناش 50 طفل انا ودوار ربي، عين السبع عامه ايتام كما كان مرحب به في مدرسه المجد. عطينا التدريب ديال المدرسه ديال المجد، حنا تنواصلوا الحديث ديالنا. شوفوا الوضعيه ديال الملعب فين تيستعدوا هاد الوليدات، فين فلا تيغبات والارض هي صلبه. تنشوفوا الملعب يعني حقيقه حنا حياتنا كاملين وتلعبوا في ارض صلبه، ولعابه كبار خرجوا من ارض صلبه في المغرب وفي المنتخب الوطني العربي مبارك الى غير ذلك، كلهم لعبوا في ارض صلبه. ولكن بما ان خل واحد التطور في العالم، تطور كذلك في المغرب، تتمنوا حتى واحد النهار الطاقم ديال راديو شفاعي بزير يقوم زياره لهاد المدرسه اللي تشوفوا على الصوره، هي مدرسه المجد اللي تراسها السي حمزه بن فرحون، ونمشيو ونلقاهم حتى هما عندهم ملعب معشوشب. واكيد اكيد السنه المقبله الى ابعد الحدود. شوف واحد الحق انه اللي مشروع لهاد الوليدات. سي يوسف، تفضل تفضل. سي يوسف، بغيت نصحح لك واحد المعلومه ديما كتنطق بها، وهي ديال المدارس الكرويه. فملي كنقولوا مدارس كرويه، المدارس الكرويه في عين السبع ما كنتحسبها على 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 الاصبع ديالك، على الاصابع ديالك، ولكن هناك واحد المشكل في المدارس الكرويه اللي بغيت نفهمك اودي سي يوسف. هناك مدارس كرويه عندها مشاكل، ولكن ملي كيكون عندك مشاكل اشنو عندك؟ عندك ثلاثه الحلول، ما عندكش ثلاثه، تصنت لي سيوس ما كنهضر. تفضل. كاين ثلاثه الحلول. الحل الاول هو انك ملي كيصادفوك مشاكل هو تسد المدرسه وتقول لهم هذه المدرسه ماتت. عندك الحل الثاني هو تبقى تمرمد. تمرمد هو المشكل اللي شنا ديال ملعب الفال، ملعب سميتو، الناس اللي كيترينوا في البحر، كتبقى تدور بالدراري وتمرمد بهم الشتاء وسميتو وليدات. حرام. وعندك الثالث هو ان تمشي تعول على الامكانيات ديالك وتنوض تكري. وحنا كنعرفوا اشنا هما الاثمنه ديال الملاعب في عين السبع ولا في الدار البيضاء. اثمن باهظه. اثمنه الا بغيتي تخلي المدرسه ديالك في الوجود، كنقول لك انا عندك ثلاث الاشياء: يا اما تعدم المدرسه ديالك وتسدها نهائيا، يا اما تبقى تمرمد في الناس سميتو، ولا بغيت تطلع لواحد المستوى سميتو، عليك تك على الامكانيات ديالك وتمشي تكري واحد الملعب اللي كيسوى 10000 درهم ولا سميتو، ولا تشوف انت شنو غادي دير منه، كاين 10000 درهم والفوق، وتكري الناس واحد. الا بغيتي بيستير، بغيتي طواليت، بغيتي يعني. نعم. حنا باش نفهمك بان كاين ثلاث الحلول اللي عندك، وكل واحد اش من حل كيخطر. لكن دابا حنا معدنا في عين السبع الناس تختاروا انهم يسدوا المدارس. دابا بغيت نجبدوهم بالاسم ولا نجبدوهم؟ الناس سدوا المدارس ديالهم، نقول لك يستقبلوا الطفل، راه حنا سميتو كنعرفوهم. كاين الناس اللي اختاروا انهم يبقاو كاين عندنا ناس دابا مدارس كرويه. انا بغيت نجيب لك اسماء، ما بغيتش نذكر الاسماء ديال الاصدقاء ديالي اللي كيلعبوا كيكريو ساعه ولا ساعتين ب 5000 ريال، وساعات اخرين يخرجوا هنا ويخرجوا الدري هنا باش يحافظوا على الجيوب ديالهم. لان اثمنه باهظه. اذا تفضل سي بن فحول. حتى في هذه النقطه هذه يعني حتى الوليدات لا شفتي يعني كيكون عندك واحد الكاليتي ديال الوليدات كتبغي تشارك بهم شي كومبيتيسيون شي بطوله، اول حاجه شنو كيطلبوا لك؟ ملعب ما يمكنش انا نستقبل. فين غتستقبل؟ ما يمكنش تستقبل في الملعب. انا قلت لي تيران، انا قلت لي لا الريسك ما كاينش، انا ما يمكنش لي نشارك. خاصك تضطر تمشي تكري تيران بواحد 300. واش سي حمزه واش جبتي الوليدات عندنا؟ نعم. كيف جاتك كيف؟ الوليدات استمتعوا بهذيك الصبيحه يعني، خداو واحد الجو. راه جا ضيف عندنا سي حمزه، جا ضيف عندنا الوليدات ديالو، يعني واحد الحوايجات اللي فرحوا اعضاء ديال الجمعيه في نهايه المباراه، ولقاو واحد استقبال حار وواحد الضيافه يعني اللي ما كتخفاش على الاستاذ عنيف والطاقم ديالو. يعني شفنا واحد الوليد يعني ماشي التقدير ديالنا بوحد، حتى هما من كيأطرف وليدات ديالنا حنايا. تبارك الله عليك. لا سي عنيف، هذوك وليداتنا اكيد اكيد مشكور. حنا مجموعين كما سميتو، وحنا كنبغيو ذوك الجمعيات اللي هذوك، حنا ما عندناش فرق هذا كبير وهذا صغير. نعم. كنا كنبقاو خوت وكنا كنبقاو في الميدان. وكنقول لك واحد القضيه، جميع المدارس في عين السبع معروفه بحال صبع اليدين، تقول لي شكون هما المدارس نعطيهم لك بالحرف. هذا هذا هذا، وكنقول لك شكون اللي كيعاني.
لان كاين معاناه، ولكن الا بغى حل سميتو راه تاديه واجب شهري راه معاناه. اكيد 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 راه الناس اكيد هذا حنا ما كرهناش نديرهم بالمجان. اكيد حتى نلعبوا نديروا لك بالمجان، حنا نلعبوا ندربك الدراري بالمجان. اكيد حتى السياسه الجديده ديال راديو تي في عين سبع هذا الموسم في اطار الباقه الجديده ديال الموسم الجديد 2022 2023، فستوديو سبور مع السي عنيف ولا السي اكرم نعيمي ولا السي عبد الهادي بكوان حاولنا اننا نبحثوا على المدارس التي تعاني شيء الكثير، نسلطوا عليها الضوء، نحاول نتواصلوا بحال اللي تواصلنا مع السي ركبي، نحاولوا مع الناس ديال المستشارين ديال المقاطعه باش نوصلوا الصوره الواقع ديال هاد المدرسه كيفاش تتعيش. كما دابا تنشوفوا شفنا الصوره، شفنا الواقع، شفنا الرئيس ماذا يقول، ماذا يعاني. دابا غندوزوا للوليدات مع الوليدات ديال المدرسه كيفاش تيعبروا. خليكم مع الصوره. اذا دائما مع جمعيه المجد معنا واحد الشاب اللي كيمارس فيها، شكون معايا؟ معك السلام عليكم، معك ادم ايت ابراهيم، 16 سنه كنلعب مع نادي المجد الرياضي مش حال هذه، وكنواجه واحد كنلعبوا في واحد الظروف اللي صعيبه شويه بسوء الاناره والعديد من المشاكل في الملعب وكذا، وكنطالبوا السلطات المسؤوله بشي تيران يكون انظف وارقع من هذا اللي كنلعبوا فيه دابا. وشكرا. شكرا. اذا دائما مع جمعيه المجد معنا واحد الشاب اللي كيتمدرس فيها، شكون اللي معايا؟ عبد الله فهيم، 14 سنة كنمارس هاد الرياضة في جمعية المجد الرياضي، وكنواجه واحد المشاكل صعبة من سوء عرضية الملعب وتنواجه الضالة مش هم حاجة. وبالنية الكلاب الضالة هما كيدوروا هنايا ما كيتوقعش معاهم خطورة؟ خطورة مع عدو دري. عدو دري؟ اه. وشحال من مشكل كاين هنا، بزاف مشاكل، وهنا غير خلا الظلمه الصغار تكونوا دايزين تكونوا حنوشه عقارب شحال من حاجه. اذا دائما مع جمعيه المجد معنا واحد الشاب، واحد الوليد اللي كيتمدرس فيها، شكون اللي معايا؟ سعد. سي سعد، شحال انت كتمدرس في هذه مدرسه المجد؟ شي عام. عام؟ اه. شنو هما الصعوبات اللي لقيتو في هذا الملعب هذا؟ مرة ما كيطيح علينا الظلام، كنلقاو الكلاب كيدير لنا مشكل. وما كتزلقوش ما كتجرحوش في التراب؟ كنزلقو كنجرح. واش كطالب؟ باش كطالب؟ كنطالبو صايبوني لنا التيرا. اذا كما شفتوا وشفنا كاملين، فهاد الوليدات ما تيطلبوا حتى شي حاجه، تيطلبوا بواحد الحاجه اللي هي يعني اضعف ما يمكن الانسان واقل ما يمكن الانسان يطلب، هو ملعب. كيفاش الكلمات سي، بحكم انا التواجد ديالي في الميدان وكنعرف الوليدات الصغار، ف ما جاء في ريبورتاج ديال الوليدات الصغار فهذا يبكي في الحقيقه. والدري ما تيطلبش صغير ملائكه، كيطلب اش كيطلب؟ كيطلب ملعب فين يلعب، ما كيطلبش شي حاجه كثيره. السيد ما قال لك لا بغيت سينما لا بغيت، بغى فين يلعب، وبغى فين يلعب. راه الانسان كما قال لك حنا خص تضافروا الجهود ك ك ك ك ك كمقاطعه ولا اعضاء المقاطعه باش يشوفوا واحد الحل للوليدات، وهو حول حل اللي كما قلنا هاد الوليدات كما جا على لسان حمزه انهم ملي كتصب الشتاء فكيولي التيران كله ضايات، فان فما كاينش فين يبدلوا، ما كاينش ليتو، ما كاينش التواليطات، ما كاينش الماء، ما كاينش، كاين الكلاب الضاله في جنبات الملعب، الظلام ما كاينش، الضوء ما كاينش. واش غادي نقول لك اودي سياك سي حمزه، من خلال الكلمات اللي عطاونا عطاو السي مكوان هاد الوليدات هادو، يعني كاين واحد يعني الحسره هاد الوليدات من خلال الكلمات ديالهم، فكاين حسره. بالنسبه للتصريحات كما شفتوا ديال الوليدات، يعني الطلب ديالهم الوحيد اللي هو حق ديالهم، حق مشروع ديالهم، انهم تما بغاو واحد الملعب. يعني تما راه كتشوف الوليدات انه كل اسبوع نهايه اسبوع تصيفيق مع الثمانيه باش تمشي دي بلاصات، حنا بغينا الملعب ديالنا اللي حنا ناخذوا فيه التدريب، نهايه الاسبوع ثاني نلعبوا مباريات. يعني شي حاجه اللي من حق هاد الوليدات انهم ياخذوا واحد التدريب اللي في ظروف جيده، اللي في مستوى يعني ماشي ما كتطلبش شي حاجه. يعني حنا انا كنوجه واحد الرساله لهذا المجلس الجديد اللي كنستبشروا فيه خير، في شخصيه السيد رئيس يوسف الحسينيه، انه يشوف هاد الوليدات ويشوف المطلب ديالهم اللي هو غير ملعب فين ياخذوا التدريب، وباش ما تفوتنيش سميتو. يعني
انا شهاده في هذا المجلس الجديد انه لقينا واحد الترحيب بالجمعيه خصوصا في عده نقاط عده مجالات. يعني الا بغينا شي حويجات بحال هكا كنقوموا بواحد حمله تحسيسيه شي نشاط ولا شي حاجه كنلقاو واحد كيعاونوكم كاين مساعده كاين واحد مساعده كاين واحد التوجيه. يعني واحد المجلس انا كنستبشر فيه خير انه يشوف هاد الوليدات هادو. تنتمنوا تكون اذان ساغيه واكيد حنا حاولنا نتصلوا بالسيد الرئيس دابا مباشره في اطار نتكلموا عليهم في هاد الاطار المشاريع الجديده اللي ديال الملاعب يكونوا كذلك جمعيه المجد جمعيه اللي فيها الفال جمعيه اللي تيتريو في البحر. الناس كلهم يستافدوا بهاد الملاعب اللي جايين لان هاد الناس تيعانيوا صوت وصوره. يعني تمشيو نشوفوهم يعني معاناه كبيره. سي عنيف قبل ما ندوزوا لسي عنيف معنا صور ديال التصريحات ديال زيزون كان المؤطرين داخل مدرسه المجد. خليكم معنا معنا مباشرة السيد رئيس مقاطعة عين سبع سي الحسينية. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير مباشرة عبر راديو تي في عين سبع برنامج ستوديو سبور ماجازين. مرحبا. سيدي الحسينية من خلال البرنامج الجديد ديال ستوديو سبور ماجازين وديال الطاقم ديال راديو تلفزة عين سبع أننا في إطار هذا البرنامج ديال هذه السنة 2022-2023 حاولنا نسلطوا الضوء على بعض الأندية اللي تتعاني الشيء الكثير داخل المنطقة. الأندية تلقاوها تتلعب في مثلا ملعب الفال ملعب يعني غير صالح. مشينا جيت دوار بوي لقينا ملاعب فيها في التراب والناس مكرفسين. مشينا لقينا ملاعب الناس تترين في البحر ما لقاوش ملاعب. شنو كنت تقول السي يوسف حيسيدي بصفتك رئيس مقاطعة عين سبع والناس كلهم بعد الله سبحانه وتعالى تترجاو في الخير من اجل الرفع من المستوى ديال هاد الملاعب داخل المنطقة ديال عين سبع. تفضل السي يوسف. فعلا كان كبيرة في يعني في التحسين البنية التحتية الرياضية وهذا كان واضح في الميزانية في التحويلة اللي قمنا بها والان الحمد لله راه وقعت على الناس في الطالب غروب ديال 20 ملعب وأربعة ديال المسابيح وجوج ملاعب من مواصفات فيفا ديال 11-11 اللي غادي يكونوا خمسين يعني شهر 2013 يكونوا موجودين. هذا الالتزام كنت أنا باسم مقاطعة ديال البناء شهر 2023 غيكونوا أربعة مسابيح 20 ملعب وجوج ملاعب كبار ديال بريمير ديال فيفا. شكرا السي على هذا الخبر الجديد. شكرا جزيلا. وهاد نخليك مع رئيس جمعيه المجد تيتمنى وتيدير لك طلب مباشره هو مباشره عبر الهواء عبر راديو تلفزيون عين سبع. السي معك المجد مباشره. السلام عليكم. مرحبا سي الرئيس كيف بخير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. مزيان هاني. مرحبا. احنا كجمعيه المجد ونيابه عن جميع الاعضاء يعني انت كتعلم ذلك انك راك عندك الصفحه ديالي ديال في الفيسبوك حمزه بن فرحون والانشطه اللي كنقوموا بها وجميع يعني جميع الانشطه لا الثقافيه لا الاجتماعيه الرياضيه. ومن ناحيه الثقافيه راح حنا كنشاركوا كنشاركوا معكم في الثقافه الحاله الاجتماعيه كنقوموا بحملات تحسيسيه ولكن عندنا نقطه سوداء هي الملعب هي الشق الرياضي. عندنا مشكل في الملعب. نعم سي يوسف ما كاينش هذا المجد راه الطلبات بزاف باش نفصوا هاد الطلبات هادشي علاش قررنا نقوموا بهاد الملاعب نقدروا نستافدوا كاع الطلبات اللي عندنا لان الشيء عام عندنا هو رياضه ديال الجامع ديال المشاهد. تبارك الله عليك سي يوسف. معك السي علي في اجازه سي علي. نعم مساء الخير سي يوسف. سي يوسف هل تسمعوني؟ كسمعني مساء الخير. يعني تذكر سي علي انا تركت فيه واقترحت لي ان نمشي للكونفيرمان ونشد الانشطه اللي كبير كاينه الدور اللي كيلعب كيلعبوا وتاسكت لي كي اجي خذ الوقت ديالي كاينه سي يوسف. لا سي يوسف هذاك لو ديسكور اللي داز بيني وبينك سميتو قلتها لكاع اللي كيسولني كنقول لهم بان سي يوسف اقترح عليا وبان داك الشيء اللي كيقول كيعرفني سي يوسف بان انا ما تغيرش الهضره ديالي وانما كنتمنى انا الطلب ديالي هو نتمنى هذا المشروع يخرج للوجود لان كما جاء على اللسان ديالي فهناك بزاف المدارس الكرويه كاين اللي سدات كاين اللي تعاني في الاداء كاين اللي تعاني. كنتمنى هذا المشروع يخرج للوجود وانا عارفك بانه ثقه كبيره بان غتخرج هذا الشيء للوجود وبان هذا الشيء كلشي ديال هذا سميتو غادي يطفى لان الى كلشي خذا المكانه ديالو خذا التوقيت ديالو فما غيبقاوش هاد المشاكل بعدا الجانب الرياضي لان
ما كاينش في عين السبع غير جانب رياضي ولا كجانب الثقافي زمن الجانب الفني جاي كلشي تيغوت وكلشي سميتو ولكن حنا كما كنؤمن بان كل حاجه غتجي في وقتها وشكرا لك السي يوسف الله يعاونك كان اخر كان مجلس بغينا ندوزو ولا كاينش مجلس كيبقى للاداب ولا ندوزو نخليو البطله ديالنا في عين السبع وبقيت كورونا ديالنا في عين السبع. شكرا الرئيس يوسف السي رئيس مقاطعه عين السبع على سعه الصدر ديالك وعلى التواصل ديالك الدائم مع راديو تي في عين السبع. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا بارك الله فيك. اذا كان هذا عبر الاكسليفيتي عبر راديو تلفزيون عين السبع السيد الرئيس تيعلن ان واحد العدد ديال الملاعب غدار في عين السبع مقاطعه عين السبع واربعه ديال المسابح وهذه اول مره في التاريخ الرياضي ديال منطقه عين السبع وجوج ديال الملاعب كبار. على اي بطبيعه الحال غادي نخليكم مع درنا دوزنا لي زونكادرون دونك خليكم مع لي زونكادرون ديال مدرسه الافال ديال مدرسه المجد ورجعوا لكم. يديك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متتبعي راديو تلفزيون عين السبع نتواجد الان في احد ملاعب اللي صراحه معاناه اخرى في دوار بيه. جمعيه المجد نستضيف اطار فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا على الاستضافه وشكرا حيت لبيتوا النداء وجيتوا عندنا. الاسم عصام بوعلي، عضو في جمعيه المجد الرياضي لكره القدم. هاد المدرسة هادي كتوفر عندنا فيها أطفال من 5 سنين حتى 17 عام. كنزاولو كرة القدم، كنعلمو الدراري كيفاش يلعبو كرة القدم و سميتو. كنعانيو من أننا ما عندناش ملعب كما كتشوف قدامك. أننا كنترينيو في واحد الملعب اللي غير لائق صراحة لكرة القدم خصوصا للدراري الصغار. و كما كتشوف عندنا الفيكشيف اغلبيه ديال الدراري ما جاوش حيت قارين. والمدرسه الوحيده في عين السبع اللي دايره واحد الثمن اللي هو رمزي مساعده مع العائلات خصوصا ساكنه الدوار. متتبعي راديو تلفزيون عين السبع دائما نتواجد في استقبال جمعيه المجد اللي عين السبع وكتمارس في دوار بيه معنا واحد الاطار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على الحضور ديالكم. اول حاجه معكم حمزه الفري عضو في الجمعيه وريسبونسابل ديال فئه 13. شنو من المعاناه ديالكم في الملعب؟ جينا انا وسي المخرج ديالنا سيس ولقينا الدراري كيتريناو في الظلام داميس وشحال من واحد بان نزلك. شنو هو المشكل هنا في هذا الملعب هذا باش نعرفوا المشاهد الكريم شنو من المعاناه ديالكم باش نوصلوا الرساله؟ السلام عليكم. كيف ما كتشوف الدراري باقيين صغار وكي. اذا كنتم مع صور بطبيعه الحال من مدرسه المجد، خدينا شي جوابات مع الاطفال، خدينا شي جوابات مع لي زونكادرون، عطينا صوره واضحه للملعب الوضعيه اللي تتعيشها. اتصلنا برئيس اللجنه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه السي مصطفى الركيب مقاطعه عين السبع، اتصلنا برئيس مقاطعه عين السبع ومتعبد الله عطى المشاريع الجديده اللي غتكون في المنطقه، واحد المجموعه ديال الملاعب واحد المجموعه ديال المسابح. كلمه اخيره بقى البرنامج والو باش يسالي. عنيف. تحيه الراديو تي في عين السبع والتحيه الخاصه للسي يوسف عكي على كما كنقولوا هذا البلاطو الجديد اللي وجد لنا. القمه الفني تحيه للسي النعيمي على المجهودات اللي كيبذل. السي غريب كذلك موجود معنا توا في القمه الفني. وتحيه للسي حمزه اللي تواجد معنا اليوم وخلى وقته وجا حضر معنا باش يهضر معنا على الجمعيه ديالو. نتمنوا السي حمزه يكون هاد اللقاء ديالنا اليوم وهاد الحضور ديالك اليوم يكون يخدر واحد القفزه باش تحقق على الاقل واحد شويه لدوك الوليدات ويلقاو تاهما واحد المجال فين 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 يلعبوا وفين يمارسوا الرياضه المحبوبه عندهم. وشكرا للجميع. شكرا سي عنيف. كلمه اخيره سي حمزه. كلمه اخيره كنبغي نشكر الاستاذ عكي على الاستضافه ديالو اليوم والطاقم التقني. انت جيتي انت الاول في استوديو جديد. الطاقم التقني والطاقم التقني ديال راديو تي في عين السبع والاستاذ عنيف اللي كنشكركم بزاف على هاد كما قلت لكم في الاول انه مولد جديد وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله للمزيد والمزيد من العطاء. كما قلت سابقا الموضوع ديال اللي جينا ليه اليوم هو انه كنطلب ديما انه اطلب سيدي مع راسك الميكرو راه محل ليك طالق الميكرو. طلب مع راسك الميكرو. طلب من الله اولا التوفيق للجميع والتوفيق لجميع المؤطرين وجميع رؤساء الجمعيات. يعني الهدف ديال السؤال ديالنا واحد، احنا مجموعه ان المشكل اللي عندنا هو الملعب. وبالنسبه بصفه يعني على الجمعيه ديالنا المجد عندنا مشكل في الملعب
لان كان قلت لك قبيله كنستبشر في هذا المجلس الجديد انه يشوفوا في هذه الوليدات، يعني راه كاينين ملاعب في عين سبع اللي محرومين منهم حنا، واش ما عندناش حق فيهم؟ واش يعني كاينين داك كاينين شي واحد بحال هاد الملاعب كنا نعرفوا الملاعب الايجاز، ملعب اول اللي بالقرب ديالي ملعب افاداس وملعب العربي الزاولي. لا افاداس ما تيعطوك شي وقت تريني تما؟ لا نحاول نتصلوا بالسيد الرئيس يدير التدخلات ديالو، ولكن يعني هذاك هو القرب اللي عندك. نعم ما فيها باس يعطوك واحد الوقيتات في نعم اسبوع ملعب باس يديروا الخير، ملعب كوزيمار وملعب العربي الزاولي. يعني احنا هاد الشيء اللي دوينا عليه احنا بغينا غير وقت، ما بغيناش وقت التداري بخير ان شاء الله التداري بان. انا اعطيني غير وقت غير المباراه سي حمزه انا ما نقطعش ما نقطعكش اذن هو الاول. نعم. حان موعد اذن صلاه العشاء حسب توقيت عين سبع وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الاجر والمغفره والتواب. نعود سي فرحان بالنسبه للملاعب اللي قلت لكم، هو انا اعطيني وفر لي غير واحد ساعه، انا كنطالبها بس كنقولها ديما ساعتين. انت تطلبها بساعتين عنيف؟ بساعتين اش بان لك عنيف؟ اطلب والو خصهم يعطوه. اش تقول عنيف؟ اش تقول بلاتي اش تقول هادو اللي تيسمعونا؟ تطلب شوف تطلبوا على شويه الله يجازيكم بخير، حنوا القلب ديالكم شويه فهمتي. ساعتين لهذوك الوليدات حيت عينا كل احد هذوك الوليدات نمشيو نديبلاصاو بهم يعني العياء، وكما كتعرف في الطريق يعني راه كنلعبوا خارج عين السبع، وبعد المرات راه كنلعبوا خارج مدينه الدار البيضاء. يعني بغينا غير كما كنطلبوا شي حاجه بسيطه اللي هو الملعب، وكنتمناو خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. بغيت نوجه واحد الشكر اخر لاولياء امور الوليدات اللي كنقولها ديما، راه هما راس المال ديال مدرسه المجد اللي كيتعاونوا معنا وكيشجعونا وكيقوموا نهار حتى هما كيخليو وقتهم الصباح وكيمشيو معنا وكيمشيو، يعني كتشجيع منهم لينا والسند ديالهم اللي كنقدم لهم الشكر. وكنبغي نوجه عاوتاني الشكر لاعضاء مدرسه المجد الشخصيه السيد نائب الرئيس والسيده امينه المال والكاتب، يعني الاعضاء كاملين. وشكرا لك سي يوسف عكي والسي هانيف. شكرا جزيلا. شكرا سيدي حمزه اللي تنتمنوا لك التوفيق والسداد، نتمنوا الله سبحانه وتعالى تكون اذان ساغيه. السيد رئيس راه هضر معنا، السي رئيس اللجنه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه السي الركيبي راه هضر معنا. نتمناو ان شاء الله هاد الملاعب اللي غايجيو تكونوا من الناس المستفيدين، لان الناس تعاني وشاء الكثير وتتعطيو الشاء الكثير. واكيد ان رئيس المقاطعه السي يوسف الحسينيه جا باش يخدم المنطقه صبرا صبرا صبرا، نصبروا شويه ديال الصبر وان شاء الله غادي نشوفوا النتائج. ندوزوا لاباج ديال الفيسبوك ديالنا ديال راديو في عين سبع. سي طفراكي تيقول نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، عندنا فريق عتيد وان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو. تحيه للضيف حمزه والاخ عنيف ولكم يوسف التكنولوجيا. ازدو تيقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عبد الهادي تحياتي لكم. محمد الهلالي تيقول نتمنى خفض الاسعار يا ربي ترحمنا. هابيل تيقول استوديو في حلة جديدة مبهر الله يوفقكم. شكرا سي هابيل. شكرا. عبد الهادي مكواتي يقول كل الشكر لجمعية مفتاح في شخص رئيستها مريم الحلوي التي ساهمت بعدد من الكرات لمدرسة. شكرا للحلوي. محمد أزدو تيقول على بعد أمطار من ملعب أفاداس للأسف، تمنوا أفاداس يكون عندهم أذان ساغية ويعطيو الوليدات ديالنا هادو المجد هما وليدات عين سبع ولاد تيعانوا شيء الكثير، نتمنوا تكون اذن صاغيه عند افاداس ويعطيهم واحد الوقت. مراد السكمودي تحيه لمراد السكمودي. التذكير تتلقاو مع مراد السكمودي كل على راس كل اسبوعين في برنامج طريق الخير، برنامج من تقديم مراد السكمودي وعبد الهادي مكوان. عبد الهادي احمد مقري ديال الدفاع عين سبع تحيه. هشام روان وسفيان راه الحقره والظلم. لا ان شاء الله سي سفيان ان شاء الله ما يكون على خير، حنا تنتمنوا خير والرجاء ديالنا في الله سبحانه وتعالى فيهم بعد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى. اخواني اخواتي سي عنيف شكرا، سي حمزه شكرا، سي اكرم شكرا، سي حميد غالب شكرا جزيلا. تحيه صادقه من اعماق القلب لجميع مشاهدي ومشاهدات راديو تي في عين سبع. موعدنا التجدد معكم الاسبوع القادم طب الحال في برنامج خاص عن المونديال شي اسبوع يوم الثلاثاء مساء تلقى من التاسعة ليلا في برنامج خاص عن المونديال وعن مباراة المغرب وكرواتيا من تقديم يوسف عنيف عبد النبي ويوسف عكي، وسنستضيف من خلالها مؤطر لمناقشة المباراة القادمة ديال المنتخب الوطني. لديكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.